بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا، واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، وامنن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرجي. أما بعد، حياكم الله بياكم في هذا اللقاء الذي عنون له عنوان التعلق بالأشخاص. وهذا العنوان يعني رباعي الأضلاع، بمعنى أنه يشمل التعلق فيما بين الأنثى بالأنثى، والذكر بالذكر، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر. فالموضوع يعني كبير جدا إلى حد ما، وأنا أحاول يعني أن أجمل فيه القول إجمالا، وأحاول أن أختصر رغم يعني كبر الموضوع وصعوبته، خصوصا مع كثرة التشعب الذي فيه. وأنا آثرت أن يكون هذا اللقاء قبل رمضان. صوت في اليوتيوب واضح، يقولوا ما هو واضح. طيب، أنا آثرت عموما حتى ما نتشعب في من كانت إحدى الوسائل لا تتفق معه فلينتقل لأخرى. أقول يعني آثرت أن يكون هذا اللقاء، وربما أني ألجأ إلى الدارجة يعني كثيرا ليكون الموضوع يعني ملامسا للواقع أكثر مما أن يكون لغته علمية صرفة محضة. آثرت أن يكون هذا اللقاء قبل شهر رمضان، لأن رمضان يعني فرصة للتغيير، وفرصة كل إنسان يعيد يعني ترتيباته مع نفسه، ترتيباته وأيضا علاقته بربي سبحانه وتعالى، وعلاقته بتحرير النفس. يعني رمضان يحرر النفس من أهوائها، ويحرر البطن من اعتياده على الطعام والشراب، ويحاول أيضا بالجوارح أن تخف من آثامها وثقلها وكل ما يضغط على القلب بسبب هذه الذنوب. قبل شهرين سبحان الله كنا في درسنا الداء والدواء، درسنا الداء والدواء لابن القيم. وحقيقة كتاب الداء والدواء يعني علاقتي به ليست وليدة اليوم، يعني أظن أول علاقة لي به كانت في عام 1425، في حدود 2004 و2005. كنا يعني نقرأ تلك الموضوعات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، من التعلق، قد يتعلق شخص بإنسان فيكون التعلق هذا سبب لكفر، قد يكون هذا التعلق سبب لشرك، قد يكون هذا التعلق سبب لانتحار. ما كنا ندرك يعني في ذلك الوقت يعني حجم هذا الموضوع، وأنه ربما قد يصل لهذا الحال، أو لهذه الحال بالأصح. لكن مع الأيام ويعني كثرة الفتن وكثرة المدخلات على الإنسان وعلى المجتمعات وغير ذلك، الإنسان صار يرى أن هذه الموضوعات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ليست يعني كلاما افتراضيا، وليس كلاما فيه ضرب من المبالغة، وإنما هو كلام حقيقي واقعي معاش. وسأذكر قصصا نازفة يعني تنزف دما، وضحاياها تتشحط الدم، وتقتلها الغصة ألف ألف مرة. فأقول أولا، بادئ ذي بدء، الله سبحانه وتعالى خلق الناس من الناس، الإنسان من الإنسان، وخلق الناس بحاجة بعضهم إلى بعضهم البعض، ولا يمكن لأحد أن يستغني عن أحد. والله سبحانه وتعالى أودع فينا جميعا العواطف والمشاعر التي لا يمكن أن تكون حبيسة، وهذه العواطف وهذه المشاعر يعني إن لم تكن منضبطة بميزان الشرع فإنها تؤدي إلى الطرف المقابل، وكل شيء إذا زاد عن حده زي ما ينقال بالدارجة انقلب ضده. وبعد دورة الداء والدواء، انتهينا من الدورة تقريبا قبل شهرين، فوضعت رابط بريد إلكتروني يعني خاص ترسل إلي يعني بعض المشاهدات الواقعية أو بعض الإشكالات الواقعية. فكانت أكثر الرسائل التي وصلت إلي هي رسائل التعلق بالأشخاص. وهذا الموضوع يعني يعني بحسب ما رأيت وبحسب بحوثي، وهذا الموضوع عددت له في شهرين، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، رأيت أن هذه المشكلة ممكن أن يكون حجمها 70% هي في صفوف النساء، وأن ضحاياها غالبا هن النساء،
وجود الضحايا من الرجال لكن العدد أقل بكثير، ربما طغيان العاطفة له دور فيما في اختلاف يعني الرجل عن الأنثى، وهذا الشيء لا ينكر. فسبحان الله كنت يعني مرة يعني عند إحدى القريبات فذكرت لي قصة يعني أشعلت فيني فتيل يعني أن لابد هذا الموضوع أن أتمه وأن أكمله وأن أجعله يعني شيئا ينتفع به كل إنسان. وهذا الموضوع يعني ربما يصيب الإنسان نفسه. يعني هم، أنا قرأت في بعض البحوث النفسية قالوا أن هذا التعلق المرضي، وسأتي إلى تعريفي بس هذا مدخل، أن هذا التعلق هو عرضة لأن يصاب به الإنسان منذ سن الطفولة إلى سن الشيخوخة، لكن يعني يشتد حين يكون الإنسان عرضة له أشد وأشد، قالوا فيما بين سن 15 إلى 23، 24، 25. لا يعني أن ما بعد ذلك لا يحصل له، يحصل له، وسأذكر قصصا في هذا الباب. هذا أمر. فعموما يعني لما كنت عند إحدى القريبات ذكرت لي يعني موقفا سبحان الله اقشعر له بدني. تقول إن فتاة تعلقت بأخرى، وعند النساء أظن يسمونه حب من طرف واحد، يعني امرأة تعلقت بأخرى بزيادة والطرف الثاني متعلق بأي طرف أقل بنسبة أقل. تقول هذه القريبة، قريبتي تقول لي هذا الأمر، تقول يعني صار موقف بين هاتين الفتاتين اللتين بينهما حب تعلق يعني مرضي، صار بينهما موقف في قاعة أفراح فلطمتها كفا أمام الناس، فتلك المتعلقة المريضة المسكينة لم تملك أن فعلت شيئا، بل لجأت لمراضاة ضاربتها وقالت لي أزيدك من الشعر بيتا مرة مما حصل بينهما، أنها أمام الناس قالت اربطي لي رباط الحذاء. تقول لي هذه قريبتي والله الذي لا إله غيره، هذه المتعلقة المريضة المسكينة انحنت أرضا وربطت لهذه رباط الحذاء حق الجزمة الله يكرمكم، وكأن شيئا لم يكن. مثل هذا التعلق لو قالت لها أسجدي لي ألن تسجد لها؟ هذه بوابة الانفجار لهذا الموضوع. موضوع التعلق ربما يسلب الإنسان دينه، ربما يسلب الإنسان شرفه، ربما يسلب الإنسان هيبته. هذه يعني مما ذكروه من القصص في هذا الباب، أن ملكا من ملوك اليمن كان مغرما بالجواري، فكان له وزير ناصح. هذا الوزير كان ينهاه يقول له يعني عيب أنت صاحب وجاهة وملك، يعني ما ينفع أنك تكون خفيف مع النساء. قال له إن الملك لا يقوم بمثل ذلك. فتغير الملك على هؤلاء الجواري، فدخلت على الملك إحدى الجواري التي لها عنده حظوة، فقالت يا مولاي ما هذا الصدود غير المعهود، غريب أنت متغير علينا، أنا اعذروني أنا معتاد أن أتكلم في الدروس والمحاضرات باللغة الفصحى، لكن لأن هذا الموضوع يعني مسيس بالواقع قوي فإني أتدرج إلى الدارجة كثيرا، ومن لم يعتد مني ذلك فليعذرني. فالشاهد، فقالت له هذه الجارية يا أيها الملك ما هذا يا مولاي ما هذا الصدود غير المعهود، قال إن وزيري فلانا نهاني عنكن. فقالت له يا مولاي هبني له ملك يمين وسترى ما أصنع به. فدعا الملك هذا الوزير الناصح له فقال وهبتك فلانه ملك يمين، فأعطاه إياها ملك يمين كما تعرفون الجواري في القديم. فهذا الوزير صار يخلو بهذه الجارية، فكلما أرادها من نفسها أن إقامة العلاقة الخاصة تمنعت. فمرة قالت له لا تقربني حتى أركبك كما تركب الدواب، يعني تقول له لن أوافق على فعل العلاقة الخاصة حتى تمشي على ركبتيك ورجليك كما زي ما يحبي الصغير، وأضع على رأسك اللجام وأضع على ظهرك السرج وأضربك بالرسن، الرسن اللي هي الصوت اللي يضرب به الحصان، واضح؟ تحت وطأة التعلق تعلق قلبه بهذه الجارية فوافق. هذا وزير، هذا الذي قلت لكم إنه يسقط الهيبة أيضا، والكلام عن الشرك وغيره سأتي إلى متعلقاته. فالشاهد هذا الوزير الذي كان ناصحا للملك تحول إلى كما يقال يعني متعلق بهذه الجارية فوافق، فأتت باللجام ووضعته على فمه، وأتت بالسرج ووضعته على ظهره كالبهيمة، وجاءت بالرسن وركبت فوق ظهره وجعلت تضربه ويطوف بها في الغرفة. وهي في تلك الحال
أوعزت إلى إحدى الجواري أن تدعو الملك، فهجم الملك فقال: مهمة يا أيها الوزير، ألم أكن أنهك عن هذا وهذا؟ ألم تكن تنهني عن هذا وهذه حالك؟ فقال هذا الوزير إجابة استحسنها الملك، قال: من هذا كنت أخشى عليك أيها الملك. يقول: يا معليش، ترى أنا كنت أخاف أنه يفعل بك، وقد فعل بي هذا الأمر. ما يفعل السيف المهند بالفتى بأشد مما تصنع الحسناء. فهذا موضوع التعلق موضوع يعني جدا كبير، كما قلت، يسلب الإنسان دينه، يسلب الإنسان عرضه، يسلب الإنسان شرفه، يسلب الإنسان هيبته ومكانته وكل شيء، وكل إنسان عرضة له. لكن كما قلت لكم أن غالب القصص وغالب الضحايا في موضوع التعلق غالبا هن النساء، ويوجد رجال، لكن النسبة الكبرى أن في النساء. طيب، هذا كمدخل ثاني لهذا الموضوع. التعلق يعني يختلف عن الحب، الحب بذل شعور، وأما التعلق فهو أن هذا المتعلق، هذا الذي أحب حبا مفرطا، يمنح قلبه لمحبوبه. هذا كذا يعني بالاختصار، يعطيه قلبه ليتصرف فيه كيف شاء. وأما الحب الطبيعي الصحي الآمن هو بذل شعور، فلا يمنعك من ممارسة حياتك، ولا يحول بينك وبين ممارسة حياتك الطبيعية وتقدمك الدراسي إلى آخره. ولذلك ليس يعني أننا إذا كنا نحذر من التعلق أن الإنسان لا يبذل الحب، ولا يعني أن الإنسان لا يحب الناس في سبيل في الله. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا بد أن يكون موجودا بين المسلمين في بعضهم البعض، وبين النساء في بعضهم البعض. وسآتي أيضا إلى نقطة انحراف البوصلة. طيب، عمق المشكلة والسبب لهذا الموضوع، إضافة إلى ما ذكرته سلفا، أن كثرة الرسائل التي وصلت إلي بعد دورة الداء والدواء. ثانيا، أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي صنفت التعلق المرضي ضمن أنواع الإدمان. يعني زي ما أنت تشفق على مدمن المخدرات، وتشفق على مدمن الحشيش، وتشفق على مدمن كذا، هذا الذي يصاب بالتعلق هذا أيضا مدمن. أيضا أمر مما يزيد المسألة تعقيدا، أننا كما قلت أن مشكلة التعلق هذه كلنا معرضة لها، كما قال عالم النفس جون بولبي: التعلق بأنه رابطة عاطفية تؤثر على السلوك من الطفولة إلى الشيخوخة، ممكن أن يصاب بها الطفل، ويمكن أن الإنسان صاحب 50 و70 سنة يصاب بها. طيب، هذه يعني جهة أيضا مما تزيد الموضوع خطورة وصعوبة. أعمق من هذا أن هذا الموضوع متعلق بالقلب، والقلب هو إيش؟ هو مدير الجوارح، وهو الدينامو، هو الذي يرسل الأوامر إلى الجوارح. فإذا أسر الملك كيف بالرعية؟ الجسد كله رعية لإيش؟ للقلب. إذا أسر الملك فسيكون البدن من باب أولى مأسورا، فيتصرف هذا المتعلق المسكين أو هذه المتعلقة المسكينة، تتصرف تصرفات كما يتصرف السيد في عبده، بل وأذل من ذلك. كذلك مما يزيد هذا الأمر عمقا وإشكالا، أن هذا القلب مأمور أن يكون الإنسان مخلصا له لله وحده، وهذا القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى. الإنسان لا يشتت نفسه في البحث عن الكمال عند غير الله، لن يجده، سيبقى مخذولا مخذولا من البشر. وهذا القلب لا يرتاح ولا يطمئن ولا يشعر بالأمان الدائم إلا مع الله. فمن أحب الآخرين لله كان حبه صحيحا، ومن كان حبه للناس لأجل إرضاء الله لا لإرضاء نفسه فقط، فهذا أيضا حبه لله سبحانه وتعالى، وسيكون صحيا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإيمان. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإيمان. وقال في موضع آخر: أعظم ما عبد الله به المحبة. فإذا كانت محبة مخلوق توازي محبة الله أو تقترب من محبة الله، فهذه هذا يعني موضع خطر. طيب، هذه الآن كمقدمة هو سبب للموضوع. الآن
أريد أن أحدد ما الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، وما يسمى عند الفقهاء بتحرير محل النزاع، يعني المقصود المحدد من هذا اللقاء الذي عملت له الجامعة هذه الاستضافة جزاهم الله خيرا. ليس الكلام في الحب العادي، ولا في الميل الطبيعي، ولا في حب، ولا في تعلق الولد بأبيه ولا البنت بأبيها. لا، أحيانا هو أيضا قد يكون مبالغ، لكن ليس هذا موضوعي. موضوعي في هذا اللقاء هو تعلق المرأة بامرأة أخرى ليست يعني بينهما رابطة نسبية أو شيء، وتعلق الرجل برجل آخر ليس لأنه أب له أو أخ له، وكذلك أيضا تعلق المرأة برجل أجنبي أو تعلق الرجل بامرأة أجنبية، ولا أتكلم فيما بين الزوجين. وأيضا الآثار التي سنذكرها لا يمكن أن تقاس كلها على الزوجين، لأن الزوجين ما بينهما يعني موضوع ثاني، وليس هذا مقصودنا من هذا اللقاء. طيب، الأمر الذي أحببت أيضا أن ألج إليه من هذه المقدمة، أن الإنسان يعلم أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وله جناحان، هو كالطائر له جناحان ورأس. جناحه، فأما الرأس هو محبة الله، هذا الذي يقود الإنسان، وأما الجناحان فأحدهما الرجاء وأحدهما الخوف. فإذا كان الرأس اللي هو المحبة هذا صرف وقصد لغير وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أن الإنسان قد أخطأ الطريق، والبوصلة التي هو ماشي فيها هذه البوصلة خائنة، لم تدله على الطريق الصحيح الذي ينبغي له أن يسلكه ويمضي فيه. معذرة، الذين يقولون ما هم قادرين ينضموا في التليجرام، خليهم يخشوا على اليوتيوب، البث حق اليوتيوب مفتوح. طيب، فالآن أعرف يعني التعلق المرضي. التعلق المرضي، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا في عبارات السلف التعلق المرضي يعبرون عنه أحيانا بالعشق المذموم، وأحيانا يعبرون عنه بالحب المذموم. كل ما تجدونه في الداء والدواء إذا قال العشق المذموم يقصد به التعلق. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التعلق هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق، شوفوا التدقيق، حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. هذا هو التعريف لمسألة التعلق. هو في الدوام باله مع الذي تعلق به، سواء كان ذكرا مثله أو أنثى. هي في الدوام تفكر في فلانة، قبل أن تنام لازم تسمع صوت فلانة، تريد أن تذهب إلى مناسبة لازم مع فلانة كذا، خلاص تكون ما تفارقها أبدا أبدا، يكون كالمقيد بهذا الشخص. أيضا يقولون يعني ممكن أن نضع اختبار، ممكن يسأل إنسان سؤال يقول: طيب كيف أعرف أنني أنا مصاب بالتعلق أو لست مصابا بالتعلق من هذا التعريف؟ الآن كل إنسان يحب أمه وأباه، صح ولا لا؟ كل إنسان يحب أمه وأباه. هل أنت تفكر في أمك وأبيك 24 ساعة في الدوام تفكر فيها؟ ما أتكلم في الحالات الاستثنائية، مريضة في غرفة عمليات، لا، خلونا من الحالات الاستثنائية، أتكلم على الحالات السوية. هل في إنسان يحب أمه وأبوه يفكر فيها كل ثانية في الدوام ما تغيب عن باله، في السيارة وهي سليمة ما بيها شيء، في العمل، وقت النوم، قبل النوم، في أحد؟ إذن هذا هو الحب السليم الطبيعي. لكن الذي يفكر في محبوبه والطرف الذي تعلق به يفكر فيه 24 ساعة، لا يتركه ولا يغيب عن ذهنه، واستولى على فكره واستولى على خاطره وعلى لبه وعلى عقله، فهذا هو التعلق. لا يدخل في هذا مثلا ما يحصل أحيانا إذا الرجل عقد قرانه على فتاة، غالبا هذه الفترة ما بين العقد إلى الدخول غالبا بتكون هذه فيها يعني مشاعر زايدة، لكن ليس هذا موضوعنا أيضا. فالآن عرفناه بأنه كتسليم القلب للطرف الثاني، فهذا إذا سلم قلبه للطرف الثاني فإنه سيتصرف فيه كيفما شاء. في حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى، أنت تحب الله لأجل نفسك، لكي إذا أحبك الله رضي عنك وأفاض عليك خيره وبره وجوده وأنجاك من نار جهنم و و وإلى آخره. أما الناس
ولذلك قال ابن القيم: الخلق إنما يريدونك لأنفسهم والله يريدك لك. الله هذه من أجمل العبارات التي تستحق الإنسان أن يحفظها. الخلق إنما يريدونك لأنفسهم، لهم مصلحة فيك، لكن الله سبحانه وتعالى إنما يريدك لك. فلهذا يجب على الإنسان أن يتعلق بربه سبحانه وتعالى، ويحذر كل الحذر ألا يتعلق، ويحذر كل الحذر من تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا الآن هذا الذي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى كأنه سلم قلبه لهذا الرجل، واستظل بظله، وأيضا يعني استظل ببيت العنكبوت. هذه المحبة لا تحميك من كل شيء، محبة الله تحميك من كل الآفات، وأما محبتك لغير الله سبحانه وتعالى كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الآن لابد أيضا أن نذكر فوارق محددة بين الحب والتعلق. الآن ذكرنا اختبار التعلق، أنا كيف أختبر نفسي أني أنا أحب هذا الشخص ولا أتعلق به؟ أختبر نفسي إذا كان ما يغيب عن ذهني، ما يغيب عن فكري، ما يغيب عن خاطري، كل يوم لازم أسمع صوته، كل يوم لازم أكلمه، في الدوام، قبل الدوام، بعد الدوام، قبل النوم، عند الاستيقاظ من النوم، كذا كذا كذا، هذا تعلق. طيب هذا اختبار، اختبر نفسك. إذا كنت تفكر في شخص أكثر مما تفكر في، ما أتكلم عن الحالات الاستثنائية، أبوك مريض، صاحبك مريض، صاحبتك مريض، ما أتكلم عن الحالات الاستثنائية، أتكلم على الحالات العامة الطبيعية طول السنة. إذا كنت تفكرين في هذه المرأة ويعني التحنن إلى سماع صوتها والاشتياق أكثر من أمك 24 ساعة، هذا تعلق وليس حب. طيب نذكر بعض الفوارق بعد هذا الاختبار. طيب الحب يعني الحرية، الفوارق بين الحب والتعلق. طبعا المحاور سأذكر الفروقات، سأذكر الأسباب، سأذكر العلاج، ثم سأختم بملفات مكاشفة ومصارحة، ملفات جدا حساسة 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 هي التي سأختم بها بإذن الله تعالى. طيب أنا ما أتكلم عن تعلق الأمهات بأبنائهم، قد هو أيضا في مرحلة محمودة، في مرحلة مذمومة، لكن ليس هذا موضوعي، لكن ربما تتفق الآثار الناتجة عن هذا، سنأتي إلى نقطة الأضرار. فالفوارق بين الحب والتعلق عدة فوارق، منها الحب يعني الحرية، والتعلق يعني السيطرة. الحب يعني الحرية، هو شعور تبذله وتستمر في حياتك، ما في شيء يقيدك. أما التعلق فيعني السيطرة، لأن هذا الحب يسيطر ويهيمن عليك، فلا تستطيع أن تكون حرا. ما ردت عليها الجوال خلاص صارت متأزمة، ما يمديها تخشع في صلاتها، ما ردت عليها في الاتصال، ما جاوبتها في الواتساب، كذا كذا كذا، خلاص توقف الحياة. فالحب يعني الحرية، وهو شعور جيد يبذله الإنسان ولا يستغني أحد عن الحب. والتعلق يعني السيطرة، وهو الرغبة في التحكم. طيب من الفروقات أيضا، الحب يعني نموا متبادلا، في تبادل بين الطرفين، وأما التعلق فهو إثقال وإعباء وتحكم، هو إثقال وإعباء وتحكم، لا يستطيع الإنسان أن يتخارج منه. يعني بمعنى أن الذي يحبك سيدعم تطورك، سيدعم دراستك، سيوصيك بنفسك أكثر من نفسه. أما في حالات التعلق فهو يريدك أن تكون وفق مزاجه ومتطلباته. يعني مما يشيع عند البنات في حالات التعلق: لا تخرجي مع فلانة، لا تردي على فلانة، اقطعي علاقتك مع فلانة. وهذا الكلام لا أقوله من وحي الخيال، هذه رسائل وصلت إلي، وأيضا بسؤالي لبعض القرابات بيّنوا لي مثل هذه الغوامض ومثل هذه الأمور. فهذا الحب يعني سيطرة، ويعني إثقال، ويعني إعباء. فالحب يدفع والتعلق يقيد. طيب هذه هي الفوارق. من الفوارق أيضا في الحب نجد الشوق والحرص على الاطمئنان والتفقد مع ممارستنا لحياتنا الطبيعية. فلانة تحب فلانة، إذا ما جاءت الدوام تسأل عنها: عساك بخير، طيبة إن شاء الله، وتكمل حياتها، حياتها الخاصة، حياتها مع أهلها، مع زوجها، مع أولادها، ما في شيء يتعطل. أما في التعلق تتوقف الحياة تماما عند فقدان الآخر، أو عدم رؤيته، أو عدم سماع صوته. وهذا يحصل أحيانا في التعلق الذي تنحرف بوصلته، يعني سآتي إليه إن شاء الله. يعني تبدأ العلاقة أحيانا حب في الله ثم تنحرف. يعني مثلا زميلتان في حلقة تحفيظ،
إذا غابت الأولى عن الحلقة أو في دار تحفيظ، فمن المروءة ومن الشهامة أن تتصل بها وتسأل عنها، عساك طيب إن شاء الله، ما عسى ما شر وكذا وكذا إلى آخره. أما في حالات التعلق فإنها نفس اليوم التحفيظ يكون مظلما، ما تقدر تسمع، ما تقدر تكمل، ربما تستأذن. اليوم راسلني أحد الزملاء لما رأى عنوان الحلقة، قال هذه تصلح أن تذكرها في محاضرة اليوم، وهذه من القصص النازفة. أنا طبعا القصص وزعتها على الفقرات حتى تكون يكون فيه توازن، يعني في شد الذهن والانتباه في مسألة في سماع اللقاء. في الزو في التليجرام الصوت موجود؟ طيب تكرما ضعوا لهم رابط اليوتيوب، لما هو قادر يخش التليجرام أعطوه رابط اليوتيوب، واحد ينسخ ويضعه لهم. طيب، فهذا يقول لي هذا شخص كبير تعلق برجل آخر، الحب المذموم، وصارت يعني بينهم يعني جو حميمي وعلاقات، ولم يصل ربما إلى الفاحشة، لكن صار في جو حميمي كذا رومانسي بينهم. يقول صار بينهم كذا موقف، فأحد الأطراف هاجر الثاني. يقول هذا الصديق لي وهو مدرس حلقة تحفيظ، يقول لي هذا الطالب جاء التحفيظ منهارا، ما هو قادر يتكلم، كبير فوق 30 ربما، يبكي، ما هو قادر يقرأ القرآن، ما هو قادر كذا كذا كذا، يكلمونه والمدرس يكلمه لا يجيب، فقام وذهب. في اليوم الثاني المدرس يسأله إيش فيك يا فلان إيش كذا، يقول فلان هجرني، قاطعني، ولا عاد يرد علي جوال، ولا عاد يرد علي اتصال، كذا 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 إلى آخره، فانهار هذا الأدب. هذا ليش؟ لأنه تعلق وليست محبة. كلنا يعني إذا مرت بأحد بالذين نحبهم يعني يعني ظروف وكذا، لا يعني أن حياتنا نوقفها تماما. صحيح نشعر مثلا بالحزن بما حصل لهم بكذا بكذا، لكن لا يعني توقف الحياة بتاتا. الشعور اللحظي الذي يأخذ مجراه كذا كذا إلى آخره، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فقد عمه وفقد زوجه سمي بذلك العام بعام الحزن، فهذا الحزن أو هذا التأثر الذي يأخذ مجراه الطبيعي لا يلام الإنسان ولا يعاب عليه. طيب، هذه بعض الفروقات التي يمكن أن تذكر في الفرق بين التعلق المرضي والتعلق والحب الصحي الآمن الذي ينبغي أن يكون شعوراً معاشاً. طيب، الآن سأذكر أضرار التعلق، وسأبدأ مستنيراً بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، وتتخلله بعض القصص النازفة العصيبة. التعلق يعني قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: قد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه، يقصد به الحب المذموم كما بيناه، لا يقصد الحب في الله لأنه أوثق عرى الإيمان، تحب فلانا لأنه يحب القرآن، تحب فلانا لأنه من أهل الصلاة، تحب فلانا لأنه من أهل إقامة شعائر الله، تحب فلانا تحب فلانا لأنها باذلة للخير، لأنها عطوفة على المساكين، هذا حب فطري، هذا حب طبيعي بل مطلوب، هذا حب في الله. لكن مقصوده هنا الحب المذموم الذي يسمى العشق المذموم أو التعلق أو الحب المرضي أيا كان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما يكتب ولو بالخناجر على الحناجر: قد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه الله عليه ولا بد. لا بد يأتي يوم ويحصل سخط بين هذين الطرفين، ويحصل خذلان، ويحصل إساءة، وتحصل إلى آخره، ويتعذب به حزن، قلق، اكتئاب، اضطراب، إشكاليات في التنفس إلى آخره مما سأذكره بعد هذا. وقال في موضع آخر: أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله. يقول: فإنما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به. الآن هو لما تعلق، مقصود من القيم لما تعلق بالطرف الثاني، أو خلوني أكون أكثر الضمير بضمير الأنثى لأن الموضوع بنسبة 70% هو موجه إلى النساء، والرجال أيضا يدخلون لكن بنسبة أقل. الآن الذي تعلق بالمرأة التي تعلقت بأخرى تعلقا مرضيا، ما الشعور الذي تضفيه عليها؟ شعور بالأمان، صح؟ كلما سمعت صوتها
تشعر بأمان، كلما زارتها تشعر بأمان، كلما رأتها أمان. لكن ما الضريبة تجاه هذا الشعور الذي تأخذه من هذه المرأة؟ أنها أضاعت حياتها وألغت شخصيتها وألغت اختياراتها. واضح يا إخواني وإخواتي؟ فالمقصود أن الشعور الذي تأخذه من هذا التعلق هو شعور أمان وشعور سعادة، أن فلان فلانة فلانة ما زالت معي، فلانة كذا فلانة كذا. لكن الذي تفقده بسبب التعلق هو أعظم مما تحصل عليه. فقدت اهتمامك ببيتك، بأسرتك، بزوجتك، بعيالك، بدوامك، بي 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 إلى آخره. فما حصلت عليه أقل بكثير من الذي فوتته. ثم قال: وهو معرض للزوال والفوات. هذه المرأة التي تعلقت بها ستموت أو ستمرض أو ستنفصل عنك، لابد حيجي يوم انفصال. قال: ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت. هذا تشبيه بليغ من ابن القيم، يقول: الذي تعلق بغيره كالذي جاء إلى الشمس فوضع فوق رأسه بيت العنكبوت، أيقيه من الشمس؟ لا وألف لا، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن سأنقل لكم بعض النصوص من الداء والدواء، من آثار التعلق، وبعض اسمحوا لي بعض القصص التي سأذكرها في ثنايا هذه التعليقات، بعضها يعني صعبة على النفس، لكن أسأل الله عز وجل أن تكون مثل اليقظة ومثل الصدمة التي تنتشل المتعلق ويعرف خطورة ما هو فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين، هذا يقصد إيش؟ الذين تعلقوا بحب المال، ما هم إلا يشحت من هنا من هنا، المهم يجمع فلوس. يقول: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موتي فجعل يقول: لله فلس، لله فلس، لله فلس. الناس يقولوا له: قول لا إله إلا الله، يقول: لله فلس، لله فلس، يبغى فلوس، تعلق بالمال. فصار هذا هو الذي طفى على بحر قلبه فنطق به عند الموت. يقول: وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذا كذا هذا كذا، حتى قضى، حتى ذهبت أنفاسه. ثم يقول ابن القيم: وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. ثم يقول: فمن ترى يسلم على ذلك، فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي يعني يقال له: قل لا إله إلا الله، فيذكر اسم معشوقه أو تذكر اسم من تعلقت بها أو من أحبتها حبا مرضيا، يقال له: قولي لا إله إلا الله، ما تقدر. يقول ابن القيم: فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه وتعالى قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول: فبعيد من قلبه بعيد من الله، غافل عنه، متعبد لهواه. هي الآن هذه التي تعلقت بهذه المرأة تعبد هذا الشعور اللي هو شعور الأمان والشعور الذي تضفيه تستشعره من هذه المرأة إلى آخره. ثم قال: فكيف طيب أذكر قصة قرأتها في الداء والدواء، لكن ليس في نفس هذا الموضع الذي ذكره ابن القيم. أن رجلا عشق رجلا آخر، وهذه القصة مؤلمة جدا، ولاحظوا فيها كيف كما قلت لكم في المقدمة أن مسألة التعلق يعني أنها تحارب توحيدك، ربما تجعل الإنسان يكفر بالله. هذا رجل اسمه أسلم عشق رجلا آخر، عفوا، الرجل عشق رجلا آخر اسمه أسلم، فصار بينهم نوع تقاطع وهجران. فهذا المريض المتعلق المسكين جعل يلهج ويقول شعرا، يقول: يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل. يقول: يا أسلم أنت راحتي، أنا مريض، يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف المريض النحيل. يقول: ترى جسمي ضعف وذبل بسبب حبك. ثم قال: رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الواحد الجليل، وقولوا عياذا بالله. يقول: رضاك يا أسلم يا حبيبي، رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الواحد الجليل. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من هذا التعلق المرض. طيب، ابن القيم في موضع الداء والدواء الذي ذكرته ذكر سبعة أو ثمانية أضرار لهذه هذا التعلق. قال: أولا، الاشتغال بحب المخلوق
وذكره عن حب الرب تعالى. الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأفاض عليك خيره وبره وجوده، فإنك تنشغل بغيره هذا غاية في اللؤم. حالك حال ملك استدعى رجلا ليكرمه وليضيفه وليحسن ضيافته، فجعل هذا الضيف لا يلقي اهتماما ونظرا إلى الملك، وإنما عينه ونظره إلى وزراء الملك وإلى التحف وإلى الأثاث ونحو ذلك، فهذا قمن أن يطرده الملك مخذولا من لقائه. فهذا الذي يتعلق هذا التعلق المرضي بشخص آخر، هذا كالذي أعرض عن مولاه. فكيف يعيش الشعور الحر وهو قد استعبد هواه لغير الله سبحانه وتعالى؟ ثانيا قال: عذاب قلبه به، ومن أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. قال كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلم المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. والله الذي لا إله غيره أصاب من قيل. يقول تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. إذا اشتاقت لصد حبيبتها ما ردت عليها الجوال تبدأ تبكي، قبل النوم ما سمعت صوتها ما تستطيع تنام، ما سمعت كذا يأتيها اضطراب. ثم ذكر، أنا أحاول أن أختصر، أنا قلت لكم اليوم المادة دسمة وإن أطلت فاعذروني. ذكر الضرر الثالث، يقول أن قلبه أسير قبضة غيره، يسومه الهوان، كما ذكرت لكم في قصة تلك الفتاة التي أحبت أخرى كما تنقل لي أختي، وتلك القصة أنها يعني تضربها أمام الناس وتأمرها أن تتذلل لها وتربط لها رباط حذائها أجلكم الله، تسيمها العذاب، ولكنها لا تشعر هذه المتعلقة المريضة بهذا العذاب لفرض سكرتها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه. يقول فقلبه كعصفورة في كف طائر، في كف طفل يسومه حياض الردى. شفت الصغير لما يكون عنده عصفور كيف يلعب فيه ويعذب ويسوي كذا ويسوي كذا؟ قال فهذا التعلق قد يؤديه إلى الشرك. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر يقول: وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله. هذه جملة مهمة جدا من ابن القيم. فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله. أسألكم سؤالا: من يطوف بالقبور ألم يطوف بها إلا بسبب التعلق؟ من يناجي يا بدوي يا جيلاني ألم يناجهم ويدعوهم إلا بسبب التعلق؟ من يصرف عبادته لغير الله ألم يصرفها إلا بسبب التعلق؟ فهذا التعلق سبب وقاعدة كبيرة للشرك، والله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان كل ذنب إلا الشرك. هذا مما يرفع في عقولنا وإدراكنا خطورة مسألة التعلق، وأنها ليست بالمسألة الهينة العابرة. ولذلك قلت لكم هذه يعني المادة دسمة قليلا في ما تتناول ونحو ذلك، لكن تحملوا قليلا. ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في الداء والدواء في موضع آخر صفحة 261 يقول في فصل العشق الإشراكي، يقول تارة يكون كفرا، وذلك إذا أحب معشوقه كما يحب الله. قال تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله. يقول فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ هذا بلا شك، التي هذه الفتاة التي تعلقت بمحبوبتها حبا جما، كيف بربكم لو لم ترد عليها الاتصال؟ ستستطيع أن تصلي بخشوع؟ والله الذي لا إله غيره لا تستطيع أبدا، لا تستطيع أن تصلي بخشوع، لأن هذه استولت على لبها وفكرها وذهنها وعقلها وخاطرها. قال فإنه أعظم من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. قال وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه، كما قال ذلك الأول: يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الواحد الجليل. هذا شرك بلا شك. فإذا قدم رضا المخلوق على رضا ربه وتفانى في تطلب رضاه على حساب ربه، هذا شرك إلى آخره. ذكر كلاما، أن أحاول أن أختصر، وذكر في مدارج السالكين رحمه الله تعالى أشياء كثيرة، منها من القصص المشهورة في هذا الباب قصة مؤذن بغداد
وهذه القصة لا تخفى على أحد. هذا رجل خرج مع المسلمين إلى الغزو، وتعرفون أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، والله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وفضائله عظيمة حتى أنه لا يدفن بدمه ويدفن بملابسه الذي توفي شهيدا، يفوق يصيح يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، من وقع في هذا الشيء وتاب، نعم الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. من استيقظ من سكرة هذا التعلق المرضي وتاب، الله يتوب عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب، المهم هذا خرج في الجهاد مع المسلمين إلى أرض العدو مؤذن بغداد، ثم يعني ظهروا على حصن من الحصون، فارتقى الحصن ليؤذن، فالتفت حي على الصلاة حي على الصلاة، فوقعت عينه على فتاة نصرانية من أجمل ما تكون. ثم بعد الأذان نزل إليها: ما السبيل إليك؟ قالت: لا سبيل إلا أن تتنصر. شوفوا كيف التعلق، كيف يوصل الإنسان إلى الشرك والكفر وهو لا يحس، لا يحس. هذه خطورة الموضوع. فجاء وراجع نفسه ساعة، وكذا وكذا الشيطان سول له، فقال لها: إني على مذهبك. فارتد مؤذن مجاهد في سبيل الله مسلم، ترك كل هذه ونفضها بسبب التعلق المرضي، فأشرك وصار نصرانيا ودخل حصنهم. ثم لما انتهت الغزوة مر عليه أصحابه المسلمون: يا فلان، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل قرآنك؟ اسمعوا إلى هذه الكلمة الصعبة والله على النفس. قال: لقد نسيت القرآن كله ولا تبقى لي سوى آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا، وفي قراءة ابن كثير: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي قصص كثيرة لكن أحاول أن أختصر وسأعود إلى بعض القصص أيضا. وأيضا أن هذا التعلق المرضي سبب عظيم من أسباب ضيق الصدر، لأنه سيحصل للإنسان غفلة، وإذا حصلت الغفلة سرد الإنسان عن الله شرود البعير، ولن يهنأ بحياته ما دام معاندا لله، لله هو الذي له السماوات وله الأرض وله كل شيء. فمن أحب شيئا عذب به ولا بد، وهذا الحب والتعلق المرضي يجعل الإنسان في سكرة لا توصف. أذكر لكم قصة ثانية من القصص النازفة: عمران بن حطان. هذا رجل من أهل السنة والجماعة، عمران بن حطان هذا رجل من أهل السنة والجماعة، عشق ابنة عمه وأراد الزواج بها، وهي حرورية على مذهب الخوارج. إيش هم الخوارج؟ مثل الآن الذين يفعلون التفجيرات في بلدان المسلمين، هؤلاء الخوارج الذين يكفرون الناس ويحرجون الأوطان وإلى آخره، كانت ترى السيف على المسلمين. هذا عمران بن حطان كانت له ابنة عم جميلة، وهو كان دميم الخلقة وكل خلق الله حسب. فلما أراد الزواج بها نصحه أصحابه من أهل السنة والجماعة، قالوا: إياك إياك أن تتزوجها، إنها حرورية على مذهب الخوارج. قال: أتزوجها لأصرفها عن باطلها. شوفوا الشيطان كيف سول له، قال: ما في مشكلة، تزوجها وعلمها مذهب أهل السنة والجماعة. وهيهات هيهات، كما قال الشاعر: كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبح. لما تزوجها أحب مذهب الخوارج حبا جما، بل من خذلانه كان يحب قاتل علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، بل قال فيه شعرا. شوفوا الخذلان، أحب الخوارج حبا جما حتى صار يمجد قاتل علي بن أبي طالب، وقال فيه شعرا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى الخليقة عند الله ميزانا. فرد عليه الفقيه الطبري: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره حينا فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا، عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله إسرارا وإعلانا، فأنتم من كلاب النار جاء بها نص الشريعة برهانا وتبيانا. طيب، الضرر الرابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. وبالمناسبة ترى الداء والدواء أنا علقت على مختصره في 4 مجالس وموجودة في قناة التليجرام، وإن شاء الله سنضع رابطها في القناة مرة ثانية، وكذلك أيضا على تويتر لمن أراد أن يستفيد منها، وهي مادة حقيقة تصلح أن تدرس في رمضان.
ويستمع لها العائلة ويجتمع حولها. فهذا الكتاب من الكتب التي يعني يظل احتياج الناس إليها على الدوام لا ينقضي. فيقول أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. هذه المرأة التي تعلقت بأخرى ربما تهمل طعامها وشرابها، ربما تهمل كل شيء في حياتها، تصاب بضمور في البدن، تهمل طعامها، بل ربما تعاقب نفسها، تجرح نفسها، وهذه قصص واقعية، بسبب إنها ما ردت عليها الجوال أو هجرتها أيام، تجرح نفسها وتفعل وتفعل، وإذا لا تشعر بلذة في الطاعات وتتثاقل في الطاعات، وأما زوال الخشوع عنها فحدث ولا حرج. كذلك من أمراض وأضرار هذا التعلق كثرة الوساوس، ممكن ترد علي دحين، ممكن ما ترد علي، كأني سمعت صوتها، والله كأن الباب انفتح، كذا كذا. وأذكر قصة من القصص التي وصلت إلي، أن يعني امرأة صار لها تعلق مرضي، فصارت من شدة الوسوسة التي أتتها لا تستطيع النوم وحدها، من القصص التي وصلتني على البريد، بسبب هذا التعلق وبسبب هذه الاضطرابات التي حصلت لها جراء هذا التعلق. الضرر الخامس الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إذا بعد القلب من الله طرقته الآفات، وتولاه الشيطان من كل ناحية، واستولى عليه، ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. والقصص التي ذكرتها لكم تشهد لهذا المعنى. فهذا الذي تعلق بغيره حقيقة إذا بلغت به الأزمات ذروتها، إذا صار في موضع صعب، هل سيفكر أن ألوذ بالله، أن أستشفي بالقرآن، أن أقرأ البقرة، أن أستريح بالذكر؟ هيهات هيهات، لن ترى مخرجا من آلامها ومن أحزانها. عندما تسود الحياة في عينيها لن تجد قرآنا، لن تجد قرآنا يكون بلسما لها في هذه الحياة. ذكر الضرر السادس، قال: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه، أفسد الذهن وأحدث الوسواس، قال: وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. يصير الإنسان كالمجنون إذا صار هذا التعلق بلغ مرتبة عالية جدا، يصبح الإنسان كالمجنون. وأذكر قصة حدثت لرجل من القصص التي حصلت لأحد الشباب وأعرفه، أنه كان بينه وبين أحد أصدقائه تعلق مرضي، فصار بينهم خلاف، فهجر الأول الثاني. هذا أعرفه والله الذي لا إله غيره، كان يمشي في الشارع العام بالسيارة، فجأة وسط الطريق وقف السيارة وخلى البيبان مفتوحة ونزل يدور حول السيارة. هذه قصة أنقلها عن شخص أعرفه وهو رجل، بسبب هذا التعلق الذي حصل بينه وبين هذا الإنسان. فإذا كيف الإنسان يبيع نفسه ويسلم قلبه للجزار؟ ابن آدم بالنسبة إليك جزار، وأما ربك فهو مصدر الأمان، مصدر الاطمئنان، مصدر الحب الحقيقي الذي يحميك وتستظل به وتجد فيه الكرامة وتجد فيه الأنس والمحبة والراحة. يقول ابن القيم: وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان، وأشرف ما في الإنسان عقله. هذا كلام جميل ابن القيم، أشرف ما في الإنسان عقله. بماذا يتميز الإنسان عن الحيوان يا إخواني وأخواتي؟ بالعقل، صح؟ الحيوانات عندها إدراك بقدر الغريزة، الحيوانات عندها إدراك بقدر الغريزة، إذا جاعت تبحث عن طعام، إذا اشتهت العلاقة الجنسية تبحث عن أنثى، هكذا عندها إدراك بمحدودية الاحتياج. لكن أشرف ما في الإنسان عقله، فإذا صار للإنسان تعلق مرضي يصبح كالمجنون، كما ذكرت لكم من هذه القصص. ومن أشهر القصص التي ذكرت في هذا مجنون ليلى. مجنون ليلى طبعا قصيدته معروفة، يعني أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب إلى آخره، لكن في قصيدته في بيت غير مشهور عند الناس، وهذا من ابتلي يعني يحاول أن يكرر هذا البيت. يقول قيس بن الملوح، يقول: أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، والعياذ بالله. يقول أصلي، يقول أنا في الصلاة، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. يقول أنا خلاص عقلي معها، أصلي الضحى ماني عارف أنا مصلي اثنين ولا مصلي ثمانية، بسبب هذا التعلق المرضي الذي حصل لقيس بن الملوح.
ذكر الضرر السابع، قال أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. قال: وأما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، يقول: فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند: حبك الشيء يعمي صميم. بيقول هذا الذي حصلت، هذه المرأة التي حصل لها هذا التعلق المرضي، تصبح كالعمياء وكالصماء، مهما ما في محبوبتها من العيوب لن تراها، ومهما فيها من العيوب لن تبصرها. كذلك ترى المسألة يا أخواتي ويا إخواني، حتى تعلق الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في العلاقات فيما سأتي إلى بعض تفصيلاتي، لكن هذا الكلام أنا قلت لكم رباعي الأضلاع، يسقط على تعلق المرأة بالمرأة، ويسقط على تعلق الرجل بالرجل، ويسقط على تعلق المرأة بالرجل، ويسقط على تعلق الرجل بالمرأة. واضح؟ استحضروا هذا واستظهروه طوال هذا اللقاء، هذه الرباعية. فلا ترى فيها العيوب، يعني ربما معشوقتها هذه لا تصلي، ربما معشوقتها هذه تطالبها بالشذوذ الجنسي كما هو يعني حاصل عند بعض النساء فيما بينهن البعض، أو رجل مع رجل. يعني من القصص التي يعني وصلت إلي أنه حصل تعلق مرضي بين شخص متزوج، نسأل الله السلامة والعافية، صار بينه وبين شاب أعزب تعلق مرضي، والثاني غير متزوج. يقول، كتب لي في الرسالة: ما زال الشيطان يتمادى بهما في الخلوة وصناعة الجو الرومانسي وكذا وكذا، يقول: حتى فعلوا الفاحشة الشنعاء، فاحشة قوم لوط. وسأتي إلى قصة مقاربة في هذا، في الشكاوى والتساؤلات بعض أيضا التي وصلت إلي. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والرغبات تستر العيوب، يعني أنها بسبب رغبتها الجامحة فيها لا ترى عيوب هذه المرأة التي هي متعلقة بها. ثم أيضا من الأشياء التي أذكرها تعليقا على هذا، أن هذا التعلق المرضي قد يفضي إلى الاستغلال، الاستغلال المادي، الاستغلال الجنسي، نهب الشرف، خصوصا فيما إذا كان تعلق الفتاة بشاب. وهذه قصص يعني نازفة، وسآتي إن شاء الله في الملفات، ملفات المصارحة، هذه جعلتها نهاية المحاضرة، ملفات المصارحة والمكاشفة، سأتكلم عن بعض المسائل الدقيقة التي حتى تقع فيها بعض النساء الصالحات، وسميته بتعلق الصالحات وانحراف البوصلة، سآتي إليه إن شاء الله في خواتيم اللقاء. طيب، قال: وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق، وهذه معروفة من الناس من مات بسبب العشق الشديد. وأذكر قصة في هذا، في مسألة أن هذا التعلق الذي يحصل أنه ربما أتلف البدن والعقل، يعني تارة يفسد العقل وتارة يفسد العقل وتارة يفسدهما معا. ما أيها المؤمنون وأيها المسلمون والمسلمات، ما موقع يوم عرفة عند الحاج وغير الحاج؟ أليس يوم عرفة يعتبر يوما منتظرا عند كل مسلم ومسلمة؟ الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي، وما أكثر الدعوات المستجابات في يوم عرفة، وهذا شيء معروف عند القاصي والداني. طيب، ابن عباس كان يوم عرفة رفع إليه شاب، رفع إليه شاب قد سقط لحمه عن عظمه، زي ما نقول اليوم هيكل عظمي، ما في لحم في جسمه. فقال ابن عباس: ما به؟ قالوا: يا ابن عم رسول الله، ما به إلا العشق، عشق وكلف يوم عرفة ما يستطيع يركز حتى سقط لحمه عن عظمه، صار كالمجنون. ابن عباس لما رأى هذا الموقف طوال يوم عرفة، الناس يدعون ويسألون الله تلبية الحاجات والرغبات، ابن عباس من الدهشة التي حصلت له من هذا الأمر صار فقط يسأل الله، يستعيذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، من هول ما رأى ابن عباس رضي الله عنه من هذا الشاب الذي حصل له تعلق مرضي وعشق مذموم وحب مفرط، و
إلى آخره. نعم، من يسألون يا إخواني يا أخواتي، اللقاء مسجل، نعم بإذن الله سينزل على التليجرام بإذن الله تعالى، عشان بس لا تشوشوا على غيركم في التعليقات. طيب، قال الثامن أن العشق هو، أن العشق وهو التعلق المرضي كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه إلى آخره. هذا بمعنى قد ذكرناه فيما سبق. أضفت بعض الأضرار من عندي مما يعني أخذته عن طريق البحث وعن بعض الجهات المختصة. من أضرار التعلق اضطراب دقات القلب كما يذكره علماء النفس، وضيق في التنفس حال ابتعاد محبوبه عنه، حتى كأن الدنيا ضغطت على صدره، بل هذه ربما تتحول إلى حالة من حالات الاضطراب النفسي. بل يا إخواني يا أخواتي، يصل الإنسان إلى حالة أن يؤذي نفسه، إما يجرح نفسه أو حبيبتها ما رد عليه، ردت عليها يمكن أن تأخذ بجوالها وترمي بها، بترمي به في الجدار، تؤذي نفسها أو تتلف مالها أو تفعل أي تصرف. هذا الشاب الذي ذكرت لكم لما صار له تعلق مع صديقه، التعلق المرضي الزائد هذا، وسط الشارع العام وقف السيارة، فك البيبان وطلع يدور حول السيارة، يمكن كان تجي سيارة تصدمه في الشارع العام، لكن الله سبحانه وتعالى لطفه. هذا بعد ما تاب واستيقظ من وعيه كان يحكي لي هذه القصة، يقول الحمد لله الذي لطف بي، كان حياتي راحت ذاك اليوم. طيب، الضرر العاشر الذي أضفته أيضا أن هذا الذي يعيش التعلق المرضي إذا لقي الخذلان من محبوبه يلجأ إلى العزلة وإلى الكآبة وإلى الحزن، ويفضل العزلة ولا يثق في الناس أبدا، ما يستطيع، خلاص يقول الحياة انتهت، ما دام فلانة ما ترد علي الحياة انتهت، خليني أجلس في بيتي وأقفل على نفسي، ما دام هذا ما يرد علي ما عاد في فائدة في هذه الحياة. الضرر الذي يليه الحادي عشر أن هذا التعلق، وهذا يحتاج إلى وقفة عظيمة، أن هذا التعلق سبب قوي من أسباب الفواحش. الفواحش سواء الفواحش المعروفة رجل مع أنثى، أو فواحش الشذوذ امرأة مع امرأة أو رجل مع رجل. من أسباب أو من أضرار هذا التعلق المرضي، أحيانا امرأة تتعلق برجل فيخادعها باسم الزواج، يخادعها باسم الزواج، فلا يزال يعني يلعب بذهنها وعقلها وفكرها. وسأتي إلى نقطة مهمة يا إخواني ويا أخواتي، خصوصا في مسألة هل يمكن أن تكون صداقة بين الرجل والأنثى، سأتي إن شاء الله إليه بتفصيل في ملفات المكاشفة والمصارحة. فتتعلق به هذه الفتاة تعلقا، فلا يزال يخادعها حتى يسلبها عرضها وشرفها وأغلى ما تملك، ثم يترك الضحية تتشحط في دمها ويذهب ويتزوج بأخرى وكأن شيئا لم يكن. والقصص في هذا الباب كثيرة، خداع الفتيات، وبل ربما أحيانا يكون هذا الخداع وهذا الاستغلال لفتاة في أوج يعني سنها 17 سنة 16 سنة للتو بلغت، فيحصل لها هذا التعلق فتستغل، فتشتكي بعد ذلك الاضطرابات النفسية والمشاكل وإلى آخره. كذلك أيضا من إشكاليات هذا الأمر وهم الزواج، وأحيانا يحصل العكس، يعني بعض الفتيات خبيثات تعلق على الرجال شباكها، تعيدهم بالزواج، طيب أصبر خليني أتخرج، أصبر بس أحصل وظيفة، وهي في هذه الفترة تسحب أموال الشباب، وهذا معروف، بعض البنات في جوالها خروف رقم واحد، خروف رقم اثنين، خروف رقم ثلاثة، هذا يشتري لها جوالا جديدا، وهذا يشتري لها، وهذا يدفع لها أقساط السيارة، وهذا 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 إلى آخره، هم متعلقون بها وهي تتلاعب بهم. فلذلك هذا التعلق يجعل الإنسان أيضا يحجم ويعيد تفكيره. كذلك أنه مؤد قوي إلى الشذوذ الجنسي، كما ذكرت لكم في قصة ذلك المتزوج الذي صار بينه وبين آخر تعلق مرضي، ما زال الشيطان يتمادى بهما حتى وقعت الفاحشة الشنعاء وعمل عمل قوم لوط، نعوذ بالله من هذا. وأما الممارسات الخاطئة هذه بين النساء فحدث ولا حرج، الشذوذ الجنسي بسبب هذا التعلق المرضي بين النساء
من الرسائل والشكاوى التي وصلت إلي أن بعض النساء تتعلق بأخرى يتطور بهم الحال إلى الخلوات وصناعة الأجواء الرومانسية واستئجار الفنادق وتتجمل لها وتتبعل لها كما تتبعل لزوجها، ويكون هذا أحياناً تلك الأولى القوية مسترجلة، فهذه المتعلقة المسكينة المريضة تستشعر فيها شعور الحماية لأن هذه مسترجلة زي الرجال، فتستشعر منها شعور الحماية وشعور الاحتواء وشعور المدافعة وشعور القوة، فتستقبلها يعني تتمكيج وتتزين كما تتزين المرأة لزوجها لأجل هذا اللقاء الحميمي بين هذه المرأة وبين هذه المرأة. طيب، الضرر الثاني عشر الذي أضفته أن التعلق هذا يفسد لذة العبادة، وأولها الصلاة، إذا ما ردت عليها لا تخشع في الصلاة، الصيام ما له قيمة ما دام هذه ما ردت عليها، تذهب إلى الحج تقطع آلاف الكيلومترات، صاحبتها قفلت الجوال ما ترد عليها، مشاهد عرفة والتنزل الإلهي، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة وأخذ ذات اليمين دعا الله كقدر سورة البقرة، كل هذه المعاني تغيب عنها. ليش؟ قلبها مسلم عند تلك الأخرى، وقلبه مسلم عند الثاني، وقلبها مسلم عند ذلك الشاب أو عند ذلك الموظف الذي تعلقت به، بل ربما يؤدي هذا التعلق إلى طول السهر، مسكينة ما تقدر تنام، لا تنام الليل ولا تنام النهار ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بل يؤدي هذا التعلق إلى التفريط في حقوقي في الحقوق والواجبات كحق الأم وحق الأب وحق الزوج وحق الابن. ومن الشكاوى والرسائل التي وصلت أيضا أنه حصل تعلق بين مديرة مدرسة، شوفوا كبيرة في السن، مع فتاة من طالبات المدرسة، وهذه المرأة المديرة اللي هي كبيرة في السن صارت لا تلوي عنقها إلى حياتها الخاصة، ولا تهتم بأبنائها ولا بزوجها، وأهلها والأقربون بدأوا يعرفون الموضوع، لكن تقول أنا ما أقدر أعيش بدون هذه البنت، صار تعلق حميم مرضي جدا، أهملت حياتها وأهملت كل شيء بسبب هذا التعلق المرضي. طيب، كذلك من أضرار التعلق المرضي، الآن أنا أحببت أن أقدم أضراره على الأسباب حتى بس أكبر لكم المسألة في أذهانكم وتعرفوا خطورتها، ثم بعد ذلك إن شاء الله أذكر لكم الأسباب حتى يحصل للإنسان أن يدفعها ويغلقها. أن هذا التعلق سبب من أسباب الابتزاز، أن هذا التعلق سبب من أسباب الابتزاز، امرأة تعلقت بامرأة وصارت بينهما ممارسات شاذة وبينهما صور خليعة، وهذا يحصل لك. فمثلا إحدى الفتاتين هذه يتقدم لها شاب، يتقدم لها شاب ليتزوجها، فتبتزها الثانية، شوف الخبث، تقول لها والله لو وافقتي تتزوجي والله لا أفضح صورك، وهذا لا أقول من وحي الخيال، كل ما أقول لكم كلام واقعيا. بعد التدريس دراستنا لكتاب الداء والدواء وصلت رسائل والله تشيب الرأس، فتبتزها وتهددها، تقول والله لو تزوجتي الصور اللي كانت بيننا في الفندق أو في كذا في كذا كلها راح أفضحك بها. أو أحيانا يكون مثلا فتاة متعلقة بشاب وصارت بينهما خلوات وبينهما صور وكذا وكذا إلى آخره، فيتقدم لها شاب ليتزوجها فيهددها الذئب، يقول والله لو تزوجتي لا أفضح صورك عند أخوانك وعند قبيلتك، فتعيش مسكينة مضطربة نفسيا. أو يحصل العكس، وهذا موجود أحياناً، بعض الفتيات اللي تسمي نفسها خداعة للخرفان تسحب صور الشباب ثم تبتزه بالمال، حول ما حول والله بأنشر صورك على تويتر، بأنشر صورك على الانستغرام، بأنشر فتستغله. ولكن الغالب هو الذي يحصل الابتزاز يقع على الفتيات، فهذا التعلق أيضاً سبب كبير من أسباب الابتزاز. كذلك أيضا هو سبب قوي للاستنزاف المادة والمشاعر بنفس المعنى الذي ذكرته حتى لا أطيل. الضرر السابع عشر الذي ذكرته ختمت به وهو
من أخطر الأسباب أضرار الصدمة التي ستنشأ إثر هجر محبوبتها لها، وإثر هجر محبوبه له، وإثر هجر محبوبها لها. أضرار الصدمة تكون بقدر التعلق، واضح؟ أضرار الصدمة تكون بقدر التعلق، يعني إذا كانت متعلقة بها 100% في اليوم اللي الأخرى زي ما يقولوا بالدارجة تسحب عليها، يمكن هذه تنتحر. إذا كان تعلقها 50% 40%، الأضرار الناتجة عن الصدمة بقدر التعلق. فإذا كان التعلق في أوج درجاته وأعلى مراتبه، فإن آثار الصدمة تكون آثاراً كارثية لا تتحمل، بل ربما يتحول الأمر إلى انتحار أو أذية للنفس أو كذا أو كذا إلى آخره. طيب، هذا ما يتعلق بأضرار التعلق وبعض القصص النازفة التي يعني تذكر في هذا الباب. طيب، علامات التعلق، وهذا من التفصيل بعد الإجمال. أنا ذكرت التعلق أنه يستولي على الفكر والخاطر والذهن وكذا وكذا إلى آخره. علامات أخرى تدل على التعلق، وسأحاول قدر الإمكان أن أذكر العلامات المعاصرة لزماننا. وبالنسبة لمن ضم إلينا حديثا، أن ذكرنا أن التعلق هذا رباعي الأضلاع، يحصل تعلق امرأة بامرأة، ورجل برجل، وامرأة برجل، ورجل بامرأة، وكل ما نذكره ينطبق على هذه الحالات الأربعة. من علامات التعلق عاطفة شديدة الهوس لا يمكن السيطرة عليها، تشعر كذا لا شعوريا يدها تسحبها على الجوال لمراسلتها وللاتصال بها، أو هذا الشاب الذي تعلق بهذه الفتاة لا يشعر بنفسه إلا وقد اتصل بها، لا يشعر بنفسه إلا وقد حادثها، لا يشعر بنفسه إلا وقد تعنى لها، ربما سفر، ربما وكذلك العكس. كذلك أيضا من علامات التعلق المعاصرة إرسال الرسائل باستمرار وتوقع الاستجابة السريعة. إرسال الرسائل باستمرار، تراسلها صباح الخير، ما ردت، بعد دقيقة ترسلها، بعد 5 دقائق ترسل ترسل ترسل، وتتوقع استجابة سريعة، حتى لو كان الطرف الثاني مشغولا، ربما الثاني في دوام في الجامعة، ربما في كذا. لا، إذا لم تحصل لها الاستجابة تبدأ تشعر بالقلق والانزعاج. وأنا معذرة يعني كما قلت أني يعني الضمير بالأنثى، لأن المشكلة هذه إلى 70% هي في صف النساء أكثر، ولذلك لغلبة العاطفة، وأن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، والاندفاع العاطفي عند المرأة أكثر من الرجل. وذكرت قصصا كثيرة حتى لا يعني يظن أن الأمر تحيز، لأن ذكرت قصصا أيضا في شأن الرجال وبعض الكوارث التي حصلت، ولكن سأذكر أيضا قصص ثانية. أيضا من علامات التعلق يا إخواني وأخواتي، هذه اضبطوها واحفظوها، والإنسان يقيسها على نفسه. من علامات التعلق أيضا أن أولوياتك تصبح مرتبة ثانية، وأولوياته تصبح مرتبة أولى. واضح؟ أن أولويات هذا المريض المتعلق تصبح يعني أولوية ثانية، وأما أولويات هذا الذي أحبه وتعلق به تصبح هي المرحلة الأولى. ممكن أن تلغي موعد مستشفى لولدها لأجل حبيبتها، يمكن أن تصرف أمها عن مشوار أو عن مرافقة إلى السوق لتذهب إلى موعد مع حبيبتها، يمكن هذا الشاب الذي تعلق بهذه الفتاة أن يترك اهتمامات أسرته لأجل أن يحصل هذا. ومن القصص التي وصلت إلي اليوم، هذه يعني حصرية، رجل متزوج تعلق بامرأة غير متزوجة واكتشفت زوجته هذا الأمر. شوفوا التعلق والعياذ بالله، وبينهم أبناء. زوجته قالت له أنا ما أرضى بهذه العلاقة. شوفوا التعلق كيف يهدم بيوت ويدمر بيوت. بارد مبرد زي ما ينقال بالدارجة، قال لها تبي الطلاق أبشري، والله الذي لا إله غيره، هذه الرسالة صباح اليوم مباشرة. قال لها تبي تجلسي مرحبا، ما تبي تجلسي مع السلامة. شوفوا كيف أولويات أسرته وحياة أسرته صارت مرتبة ثانية، وهذا التعلق الذي هو فيه صار هو المرتبة الأولى، وهو الأولوية الأولى التي لا يقبل المساومة عليها. فهذه أيضا من العلامات التي يقيسها الإنسان في نفسه. كذلك من علامات أيضا
التعلق المعاصر أيضا، تجاهل اهتماماتك الشخصية، بحيث تحول اهتماماتك إلى اهتماماته. كانت تحب أشياء معينة، أمور طقوس معينة، أمور معينة، فتلغيها وتبدأ تحب ما تحبه الأخرى. واضح هذا المعنى؟ أن تتحول اهتماماتك إلى اهتماماته، فيلغي شخصيته، يصبح لا شخصية له، وتصبح هذه المرأة المتعلقة لا شخصية لها. كذلك خليني أسرع شوية، أنا قلت المادة دسمة، اعذروني قليلا. كذلك من علامات التعلق في زماننا المتابعة الدائمة لمنصات التواصل الاجتماعي ولحسابات المتعلق به أو المتعلق بها. 24 ساعة تتابع حسابها، تستحضر رسائلهم القديمة، تحاول تقرأ، تشوف إيش آخر تغريدة لها، إيش آخر سناب لها، إيش آخر صورة نزلتها في الإنستغرام. ما عندها شغل ولا مشغلة إلا مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، حساب هذه المحبوبة. وهذا الشاب أيضا ليس له اهتمام إلا أن يتابع حساب هذه الفتاة التي يحبها وتعلق بها تعلقا عاطفيا مرضيا. كذلك هي أيضا التي تعلقت بهذا الشاب ليس لها اهتمام إلا مراقبته. أيضا من علامات التعلق المرضي هذا، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التعلق؟ نعم أنا قلت سأذكره بعد هذه الفقرة. كذلك من علامات التعلق الحاجة إلى الاطمئنان من المحبوب طوال الوقت، الحاجة إلى الشعور بالاطمئنان من الطرف الثاني طوال الوقت. دائما يعني تستنى الجهة رسالة من هذه، الجهة اتصال، ولو إيموجي، ولو وردة، ولو كذا. أنا ذكرت يعني في مبدأ اللقاء أنني يعني في الدروس أحب أن أتكلم الفصحى، ولكن في مثل هذه اللقاءات التي تمس الواقع أتنزل إلى الدارجة، فليعذرني من لم يعتد على يعني مثل هذه اللغة مني. فشاهد أن أقول أنها يعني دائما كذا تتطلب اهتمام، واضح؟ تحط صورة في الحالة عشان هذيك تعلق عليها، تحط سناب عشان تشوف هل هذه شافت ولا ما شافت، تتطلب الاطمئنان منها طوال الوقت، وقد يكون بين الرجل وامرأة، وقد يكون بين الرجل ورجل. كذلك أيضا قد تكثر من إلحاح السؤال عليها، أنت تحبيني؟ هل أنت تبادين نفس الشعور؟ أو امرأة متعلقة برجل، أنت تحبني؟ دائما تسأل هذا السؤال، لأنك كذا حاسة أنه إيش، في فقدان طمأنينة، في شيء ما يبرد كبدها إلا إذا سمعت كلمة نعم أحبك. فتظل تسأل أنت تحبيني؟ ترى من جد ما بأمزح، أنت تحبيني؟ أنت تحبني؟ يا فلان أنت تحبني؟ كذا 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 إلى آخره. طيب أيضا من علامات التعلق الشعور بالدونية والضعف، وأن المتعلق بحاجة دائما إلى الطرف الأقوى ليقوده ويحدد له اختياراته. أعيد، الشعور بالدونية والضعف، وأنه بحاجة دائمة إلى هذا الطرف ليقوده ويحدد له اختياراته. ما يمديها تختار ملابس العيد، لازم فلانة تختار لها، هذه المتعلقة بها. ما يمديها تروح المناسبة الفلانية إذا فلانة ما سمحت لها، ما تقدر تروح المكان الفلاني إلا إذا راحت، إذا فلانة راحت، إلى آخره. طيب أيضا من علامات التعلق، وهي من العلامات الصارخة وخصوصا في صفوف النساء، ربط قيمة الأماكن والأحداث بوجود المحبوب. تمام، وهذا طبعا له فرعان، في فرع منه صحي وفي فرع غير صحي، يعتبر التعلق مرضي. ربط، أعيد السبب لمن يكتب، ربط قيمة الأماكن والأحداث بوجود المحبوب. بمعنى أنا مستحيل أدرس تحفيظ إذا فلانة ما تروح معايا، أنا مستحيل أواصل في الكلاس الفلاني إذا فلانة ما هي مواصلة معايا، أنا مستحيل أقدر أدرس تحفيظ قرآن إذا فلان الذي أحبه ما هو مكمل معايا، أي زواج إذا فلانة ما راحت ما يمكن أني أنا أذهب إلى هذه المناسبة. هذا تعلق مرضي، أنها ربطت قيمة الأماكن وقيمة الأحداث بالمحبوب. لكن ربط قيمة المكان والأحداث بشيء صحيح لا بأس به، يعني مثلا أنا متخصص في علم، مثلا فلان متخصص في علم النفس، قالوا بيجي بروفيسور في علم النفس يلقي محاضرة، هذه قيمة حقيقية. مثلا أنا أقول، قالوا لي مثلا في لقاء عن علم النفس، قلت لا يا أخي ماني رايح. قالوا ترى اللي بيلقي الدورة البروفيسور فلان الفلاني، فقلت لا أنا رايح.
هذا مو تعلق مرضي، هذا تعلق صحي، هذا حب صحي، لأنني ربطت قيمة المكان بشيء لقيمته الفعلية وليس لقيمته التعلقية. واضح؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ التعلق المرضي أنه ما يفكر في شيء، بس هو بيفكر أنه إذا فلان في نفس المكان أو في نفس الحدث أو في نفس المناسبة أنا رايح. ما هو رايح، من رايح؟ على الدوام، مش لمرة أو مرتين، لا، على الدوام طول العمر. كذلك المرأة مثلا اللي متعلقة تربط قيمة كل مكان وقيمة كل حدث بهذه المرأة. أما ربط قيمة المكان بشيء له قيمة حقيقية فهذا ممتاز، كمثلا الدورات التي يقدمها بعض الخبراء وبعض المتخصصين، بعض المتخصصين في مجالاتهم الدقيقة، فهذا ربط لقيمة المكان وللحدث بشيء هو فعلي وحقيقي. طيب، من علامات التعلق أيضا أن المتعلق أيضا يشعر دائما، يساوره الشك إنه فلانة ترى ممكن تتخلى عني، إنه فلانة ممكن، من فلان ممكن يتخلى عني، يمكن إنها يوم من الأيام ترى تسحب علي، في قلق. وكما قال ابن القيم، نعود لما قاله أنه قد قضى الله قضاء لا يرد، أن من تعلق بغير الله يعذب به ولا بد. هذه النتيجة. طيب، كذلك أيضا من علامات التعلق المرضي أن هذا المتعلق يرفض إنهاء العلاقة بالطرف الآخر مهما بدرت منه من إساءات، مهما تبدر منه من إساءات من أشياء، يرفض أن ينهي هذه العلاقة مهما فيه من عيوب. كما ذكرت لكم قصة تلك الفتاة التي ضربتها الأخرى أمام الناس وجرادتها وأمرتها أن يعني تربط لها رباط الحذاء، وانحنت أمام الناس وربطت لها، صارت يعني انصهرت فيها فترفض أنها تستمر، يعني تنهي هذه العلاقة بسبب هذا التعلق المرضي الذي يحصل لهم. طيب، أيضا التعلق المرضي أحيانا قد يربط بحياة غير واقعية، التعلق الافتراضي اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي، التعلق بالمشاهير والمشهورات، وهذا سأؤخره إن شاء الله إلى الكلام في ملفات المصارحة والمكاشفة. طيب، كذلك أيضا من علامات التعلق المرضي مراقبة حالات الطرف الآخر ومراجعة الرسائل السابقة وتحليل الدردشات السابقة. كل يوم تراجع آخر شيء صار بينهم في الموقف الفلاني، كتبت لي فلان كذا، دائما تراجع الدردشات الماضية. كذلك أيضا الشاب الذي تعلق بالفتاة يظل يراقب هذه الرسائل، هذه المحادثات، هذه الدردشات اللي دارت بينهم، أيا كان هذا رباعي الأضلاع كما قلت، يجعل يراقب، وهذه الرسائل يحتفظ بها ويراجعها وكذا وكذا، وإذا رأت شيئا يشابه اسمها يعني انطلق ذهنها إلى هذا الأمر إلى آخره. ولذلك أيضا من القصص، بهذه التنشيط لكم بعد يعني ربما طول وقت، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا عشق امرأة سوداء وكلف بها واشتد حبه بها. شوفوا التعلق إيش فين يوصل لمرحلة، فهو في لحظات النزع يعني خلاص تفيض روحه إلى باريه، قالوا له قل لا إله إلا الله، تعرفون آخر ما قال؟ قال أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، نعوذ بالله. أحب لحبي، يقال له قل لا إله إلا الله، يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. خلاص غطت على عينه، غطت على ضميره، ضغطت على قلبه، لا يرى إلا هذه المرأة. طيب، أيضا من علامات التعلق في هذا الزمان وأختم به، اختلاق الأسباب من أجل اللقاء به أو الاتصال به. وهذا يحصل كثيرا مثلا عند الفتيات التي مثلا يكذبن على أمهاتهن لتلتقي بحبيبها، وتلتقي بحبيبها هذا الشاب الذي أحبته حبا جما، تكذب على أمها إنها رايحة مناسبة، إنها رايحة كذا، إنها كذا، لأجل أن تلتقي به. أو يمكن أهلها خارجون إلى المناسبة أو كذا، فتقول إنها مريضة لتحصل على أكبر وقت تستطيع أن تتحدث مع هذا الذي تحبه. وأنا قلت هذا الموضوع رباعي الأضلاع،
وبعض الناس، يعني أنا أذكر يعني أمرا مهما هنا، بعض الناس لما نتكلم في مثل هذه المسائل الخطيرة يقول أنتم إذا تكلمتم فيها بصرتوا المجتمع فيها. إيش رأيكم، هذا الاعتراض صحيح؟ يقول هذه المسائل غير معروفة وأنتم تبصرون الناس بها، والمسكين الذي يعترض لا يعلم أنه هو المتقوقع الذي لا يعرف ما يدار في الواقع. وإلا هذه المشكلات، يعني خذوا ضلع من الأضلاع، مشكلة ما بين الشباب والفتيات، هذه منذ فجر التاريخ موجودة. طيب، فقلنا السبب الأخير أو من العلامة الأخيرة التي أختم بها اختلاق الأسباب من أجل اللقاء به أو الاتصال به. وهذه في ملحظ دقيق فيها أحيانا، يعني مثلا فتاة تزعم أنها تحب معلمتها التي تعلمها في المدرسة أو تعلمها في التحفيظ، تزعم أنها تحبها في الله، ثم هي تفتعل كثيرا من الأسباب عشان تسمع صوت هذه المدرسة، مش لأجل في سبب، بالعين تقول يا أبلة هذه المسألة ما فهمت، إيش رأيك تشرحي، وهي فهمتها وهضمتها وبالعتها، تختلق الأسباب عشان تسمع صوتها، ربما كان هذا آخر الليل. فهذه الأمور ومشكلة ملف التعلق أنه مزاحم للتوحيد، مزاحم للراحة، للاستقرار، سبب للشذوذ، سبب لضياع الأعراض، ضياع الشرف، ضياع 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 إلى آخره، كما بينته في بداية اللقاء. طيب، الآن آخذ المسار الثاني أو الثالث، وهو أسباب التعلق. قد يقول قائل قدمت لنا بمقدمة مفجعة مفزعة، وذكرت لنا علامات مخيفة مريبة، فما الأسباب التي تدفع الناس إلى هذا الأمر؟ الأسباب كثيرة وسأطيل فيها حتى يعرف الإنسان مناطق الخلل ومناطق التهريب ليسدها وليسد الخلل الذي يعني يمكن أن يتولد من هذه الجهة. وكما قيل عرفت الشر لا للشر، لكن عرفت الشر لكي أتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. أول سبب هو الفراغ، فراغ القلب من محبة الله، أو ضعف القلب من محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب فارغا من محبة الله سبحانه وتعالى، أو كان حبه لله ضعيفا، سيتمكن التعلق منه، كما قال ذلك الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، وأوردها ابن القيم أيضا في الداء والدواء، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، إيش قال؟ فصادف قلبا خاويا فتمكن. خلاص قلبه فاضي، نسبة امتلاء هذا القلب بمحبة الله ضعيفة، فجاء هذا المحبوب، هذا الآدمي، هذا المخلوق، فاستولى وملأ هذا الفراغ، فقال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. وسئل أيضا أحد العلماء عن العشق فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره. فالتعلق له ارتباط واضح بالإيمان، لا يمكن لأحد أن ينكره. ألم يقل ربنا عز وجل والذين آمنوا إيش أشدوا حبا لله، صح ولا لا؟ الله قال والذين آمنوا أشدوا حبا لله. شوفوا كيف ارتباط المحبة بالإيمان. فإذا تعلق إنسان تعلقا مرضيا بغيره، دل ذلك إما على فراغ القلب تماما من محبة الله، أو ضعف الإيمان. فالذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا النقل نفيس جدا، قال وإذا كان القلب محبا لله، لاحظوا يا إخواني أخواتي، وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين، لم يبتلى بحب غيره أصلا، فضلا عن أن يبتلى بالعشق. يقصد إيش؟ أنا ذكرت لكم أن مصطلح العشق يقصدون به العشق المذموم اللي هو التعلق المرضي. قال وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله وحده. شوفوا، قال وحيث ابتلي بالعشق المذموم، يعني فلنقص محبته لله وحده. قال ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتلى بذلك، بل قال الله تعالى والذين آمنوا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق، أصلا قلبها ما في ربنا، ما في الله في قلبها، فتبتلى بالعشق.
قال وما يبتلى، وهذا والله خطير يا إخواني يا أخواتي ومخيف، قال وما يبتلى بالعشق، يقصد التعلق المرضي هذا المذموم، وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه. قال وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق، أحدهما إنابته إلى الله وحده ومحبته له، فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء. محبة الله ألذ من كل شيء، ولذلك قال مما قرأناه في الوابل الصيب، قالوا مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها، قالوا وما ألذ ما فيها؟ قال معرفة الله. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لجالدونا عليه بالسيوف. فذكر الأمر الأول الذي يصرف عن القلب هذا العشق المذموم وهذا التعلق المرضي، أولا كثرة الإنابة والمحبة لله عز وجل، قال ثانيا نقصان معرفة الله جل جلاله، ما يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. إذا عرف الإنسان أن الله هو الذي خلقه وهو الذي صوره وهو الذي كرمه ولم يخلقه كالبهائم، وأفاض عليه خيره وجوده وبره وستره وأنقذه من آلاف المواقف ويسر له آلاف النعم التي حرمها غيره، فلا يتعلق بغير الله. فتعلقه بغير الله الذي فقط يذله ويستذله ويستشعر الأمان بقربه، هذا تطفيف في النظر. الله سبحانه وتعالى الذي له عليك سوابغ النعم وأنت ترمش عيناك نعم الله لا تفارقك، كيف تتعلق بغيره؟ فهذا فيه نقصان معرفة الله سبحانه وتعالى، دل هذا على أن هذا ما عرف الله. ولذلك من العلاجات أيضا إيش؟ من العلاجات التي سنذكرها معرفة أسماء الله صفاته الحسنى. كذلك من الأسباب التي تؤدي بعض الناس ببعض الناس إلى التعلق يضاف إلى ما سبق، الخلافات الأسرية. إذا عاش الولد أحيانا في جو متوتر في البيت، وهذه رسالة مهمة إلى الأزواج والزوجات أن يتحملوا بعضهم وأن يذيبوا كثيرا من الخلافات ويسووا الخلافات، فالخلافات الأسرية والتعنيف والإهانات التي يتحصل عليها الإنسان في صباه يجعل منه شخصا مهزوز الشخصية، ويشعر أن له ليس له دور في الحياة. فإذا أشعره أحد بالأمان أو بالمحبة تعلق به، واضح؟ ما يتعلق له ما يتعرض له الإنسان من الخلافات الأسرية والتعنيف والإهانات وكذا وكذا وكذا، هذه تجعل منه شخصا مهزوز الشخصية. فإذا جاء أحد وأشعره بشيء من العاطفة كذا كذا إلى آخره فيتعلق به. كذلك أيضا من أسباب التعلق ضعف تقدير الذات، أن الإنسان شايف أنه ما له هدف في الحياة، وضعف الشخصية. الإنسان إذا كان لا يشعر بنفسه بقدر، شايف أنه في هذه الحياة ما له رسالة ما له هدف، وهكذا جئت من حيث لا أدري إلى أين مضيت حيث لا أدري، فيتعلق ما هو رايح وإيش عنده في الحياة. أيضا من الأسباب مرور الإنسان أحيانا بفترة عصيبة نفسية، هذه أيضا أحيانا تجعل الإنسان يتعلق. وأسوأه فيما يكون بين الرجل والمرأة، إذا مرت المرأة بفترة عصيبة، طلاق، فقدان قريب، مثلا طليقها ضربها ضربا مبرحا وأهانها إهانة، ثم تلقفها أحد الذئاب وأشعرها بشيء من الأمان تتعلق به. إذا لم تتنبه وتزداد من معيار معرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته وإلى آخره، أو مثلا يعني واحدة أشعرتها بالأمان وكذا وكذا فتتعلق بها، فيجي بهذه الأسباب. كذلك أيضا من الأسباب التي تدفع بعض الناس إلى هذا التعلق المرضي الفراغ العاطفي، وخصوصا حين يمتزج بالإعجاب المفرط، فلانة والله أعجبت بفلانة، ما شاء الله شخصيتها قوية، صوتها جميل، شكلها جميل، مرتبتها في المجتمع قوية، فتشعر بفراغ عاطفي، أنا والله في حياتي محرومة، ما قد سمعت أحد قال لي أحبك أو أحبك أو كذا أو كذا، في فراغ عاطفي جاء مترجما في الطرف الثاني كالإجابة فتعلق به، سواء كان رجلا أو أنثى أو أيا كان. أيضا من أسباب التعلق المرضي وما يؤدي ببعض الناس ويدفعهم إلى هذا الأمر،
وهو أمر تنزف منه البيوت، عرقلة الزواج، لأنه هو السبب المؤدي أحيانا إلى الفراغ العاطفي، واعذرني في هذه النقطة. وهذه الإشكالية يعني عراقيل الزواج سواء على الشاب نفسه أو الفتاة نفسها، مثلا أحيانا في بعض المجتمعات لا تتزوج الفتاة قبل أختها التي هي أكبر منها، ممنوع الرجل ما يتزوج من خارج جماعته، من خارج قبيلته. كذلك أيضا عراقيل الأهل، عراقيل المجتمع، عراقيل القبيلة، هذه أحيانا أيضا تجعل يعني في فراغ عاطفي إذا لم تحسن إدارته من الفتاة أو من الشاب ينحرف. واضح؟ فترة الفراغ العاطفي التي من أسبابها أحيانا عرقلة الزواج وتكبيله، وأحيانا حتى عرقلة الزواج معذرة تجي من البنات نفسهم، تشرطات ولا أريد القاعة الفلانية وكذا وكذا، وأحيانا من الشباب أنفسهم. فالمشكلة يعني كبيرة، مسألة عرقلة الزواج تحتاج إلى كلام طويل، لكن من أسباب التعلق العاطفي المذموم المرضي العشق المذموم من أسبابه عرقلة الزواج وتكبيله، إما من الشاب أو من الفتاة أو من القبيلة أو من العائلة أو من المجتمع أيا كان. كذلك من أسباب التعلق المرضي، وأختم بهذا السبب ثم أنطلق إلى العلاج ثم إلى ملفات المصارحة والمكاشفة، قراءة قصص الحب والروايات المفرطة في الكلام العاطفي، وكذلك مشاهدة المسلسلات التركية والمكسيكية وغير ذلك من المواد التي تشعل فتيل الحب في القلب، مثل الأغاني، وتعرف الأغاني أكثر موادها الحب، اللوعة، الاشتياق، الوجد، الفراق. واضح؟ هذا المحتوى، محتوى الحب أيا كان، مرئيا أو مسموعا أم مكتوبا أو خصوصا إذا كان الشاب أو الفتاة يمر بفترة عاطفية عصيبة، إما فراغ عاطفي أو صدمات أو خذلان أو إهانات أو إذا أغرق في هذه الأبواب، محتوى الحب واللوعة والوجد والفراق والاشتياق والالتقاء كذا 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 إلى آخره، هذا يدفع الإنسان دفعا إذا لم يحسن إدارة نفسه ويتجه إلى باب الله سبحانه وتعالى، هذا يؤدي به إلى الفراغ العاطفي. وهذا أيضا يجعلنا نعطي الآباء والأمهات رسالة، الابتعاد عن الإهانة، وكذلك أيضا مصادرة شخصية الولد تماما، وكذلك أيضا عدم المبالغة في التمييع في مسايرة الولد كما يريد حتى يكون الولد أخرق أحمق، لا، فيما يسمى بالرحمة الحمقاء، لا تكون الأم كذلك فتساير الولد في كل ما يريد، لا، يكون باتزان، لا تهينه، لا تسلبه حقوقه، لكن مع ذلك تقومه إذا أراد الخطأ، لكن بدون إهانة، لكن العلاج والعقوبات لها طرقها الشرعية كما بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك المعتصم كان لحنة، المعتصم الخليفة المعروف كان لحن. إيش يعني لحن؟ يلحن في الكلام، واللحن عند العربي معيب ومشين في أصحاب المروءات كالملوك والوزراء، عيب إنه ما يعرف يتكلم كلام صح، كل كلامه فيه أخطاء، فيه إشكاليات في الإعراب، في كذا في كذا. فكان المعتصم لما كبر وصار خليفة كان يقول: أضر بنا حب هارون. قيل له: وما ذاك؟ يعني ليش أنت تعتب على هارون الرشيد؟ كان أخواه الأمين والمأمون أفصح منه وأجرأ منه وأقوى منه لسانا وأفصح منه بيانا. فقال: أضر بنا حب هارون. كيف ذلك؟ المعتصم لما كان صغيرا كان يكره الكتاب، الكتاب اللي نقدر نسميها اليوم الروضة، اللي يتعلم فيه أصول القراءة والكتابة وشيء من الخط وكذا. فمرة هارون الرشيد يعني رأى المعتصم خلوا، كان المعتصم له صديق لما كان صغيرين، كان يعني له صديق يحبه حبا جما، فكان يعني مرة هارون الرشيد رأى المعتصم خلوا من صديقه هذا، فقال: أين صديقك يا معتصم؟ شوفوا الإجابة اللطيفة العجيبة الغريبة. فقال المعتصم وكان صغيرا، قال: مات واستراح من الكتاب. يقول: الحمد لله مات، ارتاح من المدرسة، ارتاح من الروضة والرجة والصجة وصياح واصحى في الصباح وروح اكتب ومذاكرة ومدري ايش. قال: مات واستراح من الكتاب. فقال له المعتصم: او بلغ بك كره الكتاب ان ترى الموت خيرا من الكتاب؟ فتركه هارون الرشيد، وما كان يعني يشدد عليه في موضوع الدراسة وكذا، فصار لحنة، فصار يلحن في الكلام،
فعموما المسألة موازنة على الآباء والأمهات أن يشعروا أبنائهم بالحب والتقدير وكذلك إعطائهم حقوقهم الشرعية، ولا يسايروهم إلى الرحمة الحمقاء التي تفسد الولد أكثر مما تصلحه. طيب الآن البند الذي يليه طرق العلاج. أي علاج له ثلاثية لا بد أن ينطلق منها. إذا انخرمت إحدى الثلاثيات هذه صار العلاج أعرج أهوج أعوج، لا يمكن أن يصير بدون يعني يصير على قوام واعتدال. أولا الاعتراف بالمشكلة، ثانيا حب التغيير، ثالثا السعي إلى التغيير. النصائح التي تسدى إليك اعمل بها. ويا إخواني ويا أخواتي، من ابتلي بهذا الشيء ليعلم أن رمضان أمامه فرصة لا تعوض. وثلاثية التغيير قلنا الاعتراف بالخطأ، ثم حب التغيير، ثم السعي، بذل إجراءات وخطوات عملية، أن الإنسان يعني يبذل هذه الخطوات التي تقال له ليفعلها. طيب دائما في موضوع التعلق يذكر علماء النفس يقولون من الصعب، أصعب شيء عند المتعلق، معذرة يا إخواني يا أخواتي في التعليقات لو تتركون يعني عدم تشتيت المستمعين والمستمعات حتى يعني يستفيدوا ويستفيد غيره. طيب من يقول علماء النفس أصعب خطوة في معالجة التعلق الخطوة الأولى، هذا اللي هو يعني متعلق بالطرف الثاني أو هذه المتعلقة بالطرف الثاني، كيف تقنعها إن تأخذ الخطوة الأولى؟ واضح المعنى؟ هذا أصعب شيء، كيف تقنعها هذه المرأة أنك اتركي هذا الشاب الذي أنت متعلقة به، اتركي هذه الفتاة التي أنت متعلقة بها، يا أيها الرجل اترك هذا الرجل الذي أنت متعلق به. اتخاذ الخطوة الأولى هذا صعب، كأنه يحمل جبلا، لكن لو حمله ستتتابع الخطأ وتكون سهلة بعد ذلك، لأنه يعني هذا المتعلق الخطوة الأولى ليش صعبة عليه؟ لأنه يشعر في تهديد عليه، يعني يحس أن الوحدة ستحتوشه، الأمان الذي كان يشعر به في هذا التعلق سيزول عنه، صار فيه تهديد عليه، فاهم؟ واضح يا إخواني وإخواتي؟ فاستشعاره لهذا التهديد يجعله لا يقبل بذل الخطوة الأولى. طيب هذا كتقدمة للعلاج. العلاج أنا قسمته إلى ثلاث حالات، إلى ثلاث حالات. الحال الأولى بالنسبة للمتعلق المريض اللي هو مسكين تعبان متعلق في واحد، الثاني المتعلق به، صح أنا ماني متعلق بأحد لكن في واحد متعلق فيني، وهذا جعلته قسمين، واضح؟ القسمة ثلاثية. القسم الأول المريض المتعلق المسكين اللي هو متعلق في واحد، هذا طرق علاجه تختلف تماما. الطرف الثاني أنا والله ماني متعلق فيه لكن هو اللي متعلق فيني، كما يحصل هذا إيش في الطالبات لما يتعلقن بمعلماتهن، ووصلت إلي أيضا بعض القصص إن شاء الله سأتعرض لها في ملفاتي المصارحة والمكاشفة بعد هذا البند، إنه المعلمة سوية وهي مشغولة بطالباتها، لكن في واحدة من الطالبات متعلقة بها تعلقا مرضيا. فقسمته إلى ثلاثة أقسام. أولا العلاج لهذا المتعلق نفسه، هذا المريض اللي هو يعني يعترف أنه هو متعلق وعنده مشكلة ويجد لوعة ويجد وجدا وكذا 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 إلى آخره. فالأمر الأول هذا المتعلق أن يعترف أنه في مشكلة، أن يعترف أنه عنده مشكلة. ثانيا أن يعلم أن هذا التعلق هو نتيجة لأفكار داخلية في عقله، لكن إذا بدأ في الخطوات العملية سيرى أن هذه الأفكار هي نسبة وهم، هي نسبة وهم كبيرة مسيطرة على عقله وعلى لبه وعلى تفكيره. فإذا اقتنع أنه أنا عندي مشكلة وأنه هذا الشيء في داخلي إنما هي أفكار داخلية، هنا يكون قد فتح لنفسه باب التساؤلات الهادفة والاحتماليات المثرية التي تستطيع أن ترتقي به سلما ومعراجا إلى الخروج من المشكلة. طيب
هذا كتقدمة بالنسبة لهذا المتعلق الذي تعلق بطرف ثاني، زي ما نسميه حب من طرف واحد كما يسميه المعاصرون. طيب، بعد أن اعترف لنفسه واعترف أن عنده مشكلة وأنها نتيجة أفكار داخلية وأنها وأن إلى آخره، أول شيء يبدأ فيه هو إصلاح قلبه. أول شيء يبدأ فيه هو إصلاح القلب، لأن كل الأسباب التي تذكر إنما هي مساعدة. إذا لم تصلح المكينة، شوفوا الآن لو جبنا أفخم سيارة ما فيها مكينة أو مكينتها خربانة، ما راح تمشي هذه السيارة، هي الأس. ويمكن نجيب سيارة قديمة خرندع لكن المكينة شغالة تمشي السيارة، واضح؟ فالذي يحمل البدن ما هو؟ هو القلب. فهذا أول حاجة يبدأ في إصلاح القلب. إصلاح القلب أوله الدعاء، أقوى سلاح يملكه من أدعية التي يواظب عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب لا تحول لي من هذا الضعف ولا هذا وهذا التعلق، ولا قوة لي في الانتقال إلى التعلق بك وحبك يا رب إلا بك، إلا أن تعينني يا رب. وليكن كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، وليكن هجراه لا حول، يكون أغلب حاله مواظب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. كذلك أيضا من الأشياء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يوحي إليه بهذه الأفكار المرضية، أنه ما تقدر تتخلى عن هذا المحبوب كذا كذا. كذلك من الأسباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في من أكثر الصلاة عليه إذن تكفى همك ويغفر ذنبك؟ أليس هذا التعلق المرضي هم على القلب، هم على الفكر، هم على الخاطر، هم على النفس، هم على كل شيء، هم على علاقاتك؟ فتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأدعية الجميلة التي يواظب عليها من ابتلي بهذا الأمر، اللهم حبب إلي الإيمان، وهذا من أبدع الأدعية القرآنية. حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان. ليش؟ ربما هذا الذي تعلق بآخر ربما يبدأ ينصرف عنه، لكن القلب ما زال هناك، حب الشذوذ فيه، حب التعلق، حب المعصية. لكن لو صلح المكينة ثم انطلق فهكذا لن يتوانى ولن يرجع إلى القهقرة. فاللهم حبب إلينا الإيمان، يا رب هذا الأمر وهذا التعلق يزاحم إيماني ويزاحم توحيدي ويزاحم كرامتي ويزاحم شرفي، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا حتى يكون الإيمان زينة، وكما يتزين الإنسان ويتحلى بالملابس، اجعل قلبي مكسوا بحلية الإيمان وزينة الإيمان، كما تتحلى المرأة بالأقراط وإلى آخره. اللهم اجعل لقلبي حلية من الإيمان والجمال والبهاء، ثم وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. كره إلي الكفر والفسوق، يا رب هذا الأمر التعلق أفسد علي حياتي، أفسد علي لذة الصلاة، أفسد علي ديني، أفسد علي دنياي، كرهه إلي يا رب. كره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. كذلك من الأدعية التي النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لذلك الشاب الذي أدمن الفواحش، وجاء يا رسول الله وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يا من ابتليت بالتعلق، ويا من ابتليت بالتعلق، سواء تعلق رجل برجل أو امرأة بامرأة أو رجل بامرأة أو امرأة بالرجل برجل، أكثر من هذا الدعاء، اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي. طهر قلبي، شوفوا زي لما تجيب الثوب الوصخان وتغسله، يعني يا ربي قلبي هذا مليان وسخ وقذر بسبب هذا التعلق الوحش، يا ربي غسله وطهره وهذبه ونقيه، وحصن فرجي، احفظني من شرور الشذوذ ومن شرور العلاقات الأثيمة وكذا وكذا إلى آخره. هذا أول سلاح يتدرع به الإنسان، والإنسان إذا تدرع بالذكر والدعاء فإن الشياطين تزول عنه، كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن الشياطين قد احتوشت الإنسان، أي التفت حوله تريد الفتك به برماحها وسيوفها ونبالها، ولا طريق له إلى التخلص منها والفتك بها وتبديد جيشها إلا بذكر الله. والوابل الصيب أيضا علقنا عليه وانتهينا منه قبل أسبوعين بفضل الله،
في 7 مجالس، وهو موجود أيضا، ومن المواد التي تصلح أيضا أن تتدارس مع الأهل في شهر رمضان. كذلك أيضا من العلاجات أن يفعل الإنسان الطاعات ويؤدي واجبات الله سبحانه وتعالى كما أراد الله، وليبدأ بالواجبات وتكميلها وتحسينها. ألم يقل ربكم عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه؟ يا أيتها المتعلقة، شوف كيفك مع الصلاة، كيفك مع غض البصر، كيفك مع الأغاني، كيفك مع أوامر الله سبحانه وتعالى، كيفك مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كيفك مع صلاة الفجر، كيفك مع أذكار الصباح، كيفك مع أذكار المساء. وأضيف إلى هذه فائدة نفيسة من هذا الحديث القدسي، وهذا الحديث يعني فائدة على الماشي كما يقال. يقولون هذا أجل حديث الشاميين، من كان متخصصا في الحديث أو يحفظ الحديث. هذا الحديث روي بإسناد شامي، فصار أهل الشام يتفاخرون بهذا الحديث. هذا حديث يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هذا أجل حديث أهل الشام. قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوفوا هذا، حطوا عليه 500 خط. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أليس الحب المذموم هو الذي سيطر على العقل؟ أليس الحب المذموم هو الذي استجلب الشياطين، هو الذي أفسد الدين والدنيا؟ إذا أحبك الله زالت عنك كل هذه الأشياء. كيف يحبك الله؟ تمم الفرائض وحسنها وكملها، وخذ قدرا كبيرا من النوافل، وتذكر قول ربك جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. إيش قال بعدها؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر الهبات والعطايات الربانية التي ستنهال على هذا الإنسان إذا أحبه الله. فإذا أصوغ لكم السؤال لمن أراد أن يكتب أو يعني يعلقه أو كذا، أو يعمل عليه تصميم، أو كيف أستجلب محبة الله سبحانه وتعالى؟ من أقصر الطرق في معالجة هذا الأمر تكميل الفرائض وتحسينها والمسارعة في النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وبالآثار التي جاءت بعد ذلك. فزد في معيار النوافل، كذلك أيضا قراءة القرآن وقيام الليل، هذا كله داخل في النوافل، وكذلك الاستماع للدروس وحضور مجالس العلم، فتزاحم هذا الفراغ، لا تجلس فارغا، لأن هذا الفراغ لن يتركك. طيب، حتى لا يطول بنا الوقت، من أيضا العلاج في هذا التعلق، أنت المريض يا من ابتليت بمرض التعلق وتشعر أنك لا تستطيع كذا كذا كذا، من العلاجات أخذ القرار الحازم الجازم بالترك والبتر، وقطع جميع سبل التواصل مع هذا الشخص الذي ذهب قلبك إليه وسلمته قلبك. ستأتينا سؤال: هل معنى أهجره أو أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ولا ترفع أعمالهم إلى آخره؟ سأتي إلى الجمع بين هذا الأمر ومع ما ورد في الحديث. فأنا الآن كلامي موجه لهذا المريض الذي ابتلي بهذا التعلق، أتركه تركا باتا، احذف حساباته وجاهد الآثار التابعة. أول ما تقطعه ستأتيك آثار سلبية في النفس، وأفكار مردية، وخواطر طارحة، جاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك أيضا ابدأ بالاهتمام بنفسك لتستشعر: أنا أبغى يا أخي أكون حر، يا أخي الله خلقني حر، أنا ما أبغى أكون عبد الإنسان، لا أريد أن أكون سجينا عند أحد، الله خلقني من والدين حرين وأنا أبا أعيش الحرية. كذلك من ما تدخله على عقلك يا أيها المتعلق أن تعلم أن هذا الذي تعلقت به تراه طفشان منك، يشعر بالاختناق منك. هذا الذي أنت متعلق به وهذه التي أنت متعلقة به، اعلني أنها هي مختنقة منك،
انت تتصلي عليها ليل نهار، خصوصا هذا كما قلت لما ما يسمى الحب من طرف واحد، تتصلي عليها ليل نهار، تراسليها ليل نهار، كذا كذا، تعلقي على كل رسالة منها، كل منشور تكتبه تعلقي كذا، ترى هي مخنوقة منك بس بقاعدة تجاملك. فهذا يجعل هذا المتعلق المريض أن يكون لطيفا مع نفسه ويتقبل هذه الفكرة ويبدأ في إزالة هذه الأسباب. كذلك أيضا مما يعالج به هذا أن تهتم بنفسك وتكتشف بعض الهوايات التي أنت تحبها من الهوايات المباحة، أو تدخل في مشروع تملأ به فراغك. وأعظم المشاريع أن تدخل في مشروع مثلا حفظ القرآن أو حفظ السنة، أو تدخل مجتمعا صحيا آمنا علاقاته آمنة إلى آخره. كذلك أيضا حاول في هذه الفترة وأنت تنوي الانقطاع عن هذه العلاقة السامة، عن هذه العلاقة التي تستنزفك، تجنب طرح الأسئلة على نفسك. تجنب طرح الأسئلة على نفسك. أحيانا لما الإنسان يتخلى عن هذا الأمر يبدأ يقول لا، يكون ترى هو اللي بدأني بالانقطاع، فيبدأ يعرض على نفسه أسئلة: هل شاف مني شيء؟ هل في أحد خرب بيننا؟ يا أخي يمكن واحد جاء قال لي كلام سيء أنه هو في الحقيقة ما هو كذا، إلى آخره. فيبدأ بطرح أسئلة على نفسه، يتجنب هذه، اشتغل بنفسه. كذلك من أعظم وسائل محاربة التعلق إغلاق ملفات، جميع ملفات الذكريات الماضية، جميع ملفات الذكريات السابقة أغلقها. الهدايا التي بينكم اجعليها في مكان ثاني، أو اجعلها في مكان بعيد إن استطعت أن تهديها لآخر تتخلص منها. الدردشات اللي بينكم كلها امسحها. الصور التي بينكم كلها امسحها. ليش؟ لأن النفس إذا رأت هذه الصورة وهذه الذكريات استدعت، والمسارات العصبية تستدعي هذه الصور وهذه المواقف السابقة، فتسجن الإنسان في هذا التعلق مرة أخرى. فتخلص من كل الذكريات. امرأة بينها وبين رجل علاقة أثيمة، مباشرة احذفي كل الرسائل، احذفي كل الدردشات، غير حسابك، غير تليجرامك، غير سنابك، غيري 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 كل شيء، اقطعي كل أسباب الوصل. كذلك أيضا محاربة الفراغ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه. فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما ضره. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والفراغ إما لك أو عليك، خذوها هذه قاعدة: الفراغ إما لك أو عليك، إما إنك تجتهد وتحصل فائدة ونتيجة وخير وتجتهد، أو سيكون سلبا عليك. ولاحظوا مستوى الجرائم والعادات السيئة في الإجازة الصيفية تكثر يعني مستوى ملاحظ. كذلك أيضا من ما يعالج به هذا التعلق الأثيم وهذه العلاقة الأثيمة أن تتفكر وتتأمل في مساوئ هذا الذي تعلقت به. تذكر أنه يوم كذا فعل لك كذا، وأنه يوم كذا، تفكر أنه لن يحميك في كل موقف، تذكر أنه سيتخلى عنك يوما ما، تذكر المساوئ والاحتمالات التي يمكن أن تحصل في هذه العلاقة. كذلك مما ذكرناه وأعيد التأكيد عليه، أن تعيد التعرف على أسماء الله وصفاته ونعوت كماله وجماله. اقرأ كتب التي تتكلم عن صفات الله، والله ستحب ربك. اقرأ كتاب لأنك الله، في كتاب للشيخ الجليل، وكتاب ضخم وكتاب مختصر ما أتذكر اسمه، يتكلم حول أسماء الله الحسنى. كذلك في اليوتيوب برامج شرح أسماء الله الحسنى ومعانيها كثيرة جدا. يقول ابن القيم عن أثر معرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته، قال: السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات. شوف ابن القيم هذا الرجل العارف بالله يقول: السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب. الله يفتح عليك مغاليق الأمور، تتفجر لديك المستغلقات، وينابيع المعرفة تأتيك، والخيرات والهبات الربانية والعطاءات الصمدانية كلها تأتيك. قال: صاحبه قد سيقت له السعادة، وهو مستلق على فراشه من غير تعب ولا كد، ولا هو مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. ضروري أن تعيد
تعرفك على أسماء الله وصفاته، اجعل لك منها من ضمن خططك ومشاريعك الرمضانية أن تسمع برنامجا يوتيوبيا عن مثلا أسماء الله الحسنى وصفاته، أن تقرأ كتاب لأنك الله مرة ومرتين، مثلا أظن في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، فاسمع في هذا وقرأ في كذلك. أيضا قراءة سير السلف الصالح وتشعر كيف كانوا يتهيبون الله ويخافون الله ويشتاقون إلى لقائه وكذا وكذا إلى آخره. أيضا من ضمن الحلول والعلاجات في هذا الأمر تغيير المحيط الذي أنت فيه. فلانة حصلت لك التعلق، حصل لك التعلق المرضي في هذا التحفيظ، غير الحلقة، اطلبي من المديرة غيري لمعلمة، والله أنا روحي تعبت ومتعلقة بهذه المدرسة، غيري دار، غيري حلقة. أيها الشاب حصل لك تعلق يعني على مع شاب آخر، غير محيطك، تروح بتتمرن في النادي اللي يتمرن فيه هذا معشوقك ومحبوبك الذي تعلقت به تعلقا مرضيا، غير النادي، روح نادي ثاني، حارب، اجعل مساحة آمنة بينك وبينه. كذلك أيضا من ضمن الحلول في هذا في هذا الباب أن التعلق أحيانا قد يصل بالإنسان إلى مرحلة لا يستطيع علاج نفسه، فليس من العيب أن تذهب إلى مستشار ومختص نفسي. يا إخواني يا أخواتي، ليس عيبا أن تذهب إلى المصحة النفسية. الناس عندهم تصور أن كل من ذهب إلى عيادة نفسية أنه مجنون، أنه مجنون، لا، مش معنى مجنون، العوارض الروحية تصيب أي إنسان وكل إنسان عرضة لها، وبقدر تحصنك من بالإيمان تزداد الحصون مناعة بينك وبين هذه العوارض النفسية، لكن قد تبتلى بها، قد تبتلى بها رغم إيمانك وكذا وكذا، لكن الإيمان حاجز ورافع، لكن لا يمنع، لا يعني بعض الناس أن كل من عنده علة نفسية يقول إيمانه ضعيف، هذا غير صحيح. وإن شاء الله سأكتب مقالا قريبا في هذا الشأن، أن ليس معنى أن أي إنسان تعرض لعوارض نفسية وعلل روحية أنه مجنون أو أن إيمانه ضعيف. الناس هكذا يعني على طول يسقطون عليك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن يعني هي شوفوا المسألة بين 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 قوسين أو بين طرفين. مثلا علماء النفس يقولون، العلماء النفس طبعا غير المسلمين، يقولون إن الإيمان لا أثر له في الأمراض النفسية، ولا يمنع ولا يرفع، ولا شك هذا شطط في النظر. وبعض غلاة أهل الشريعة وطلبة العلم يقولوا أن طالب العلم وكذا وكذا ما يمكن أن يصاب بعارض روحي ولا بشيء نفسي، هذا غير صحيح. نحن نقول أن الإيمان حاجز ورافع ومانع، لكن قد يبتلى به، لأن العرض الروحي والعرض النفسي مثله مثل العرض البدني، هو ابتلاء، زي ما جسمك بيمرض، بطنك بتمرض، رأسك بيمرض، يمكن أن تمرض. فيمكن أن يصل المتعلق إلى مرحلة أنه ما يقدر يعالج نفسه، فعلى من حوله خصوصا يعني الأمهات، يعني كثيرا ما نقرأ شكاوى الفتيات أنهن يريدن الذهاب إلى مستشار نفسي أو كذا، وأهلها يمنعونها، وخصوصا في المجتمعات القبائلية أن هذا عيب، سيفتح باب كلام الناس عليك. طيب اذهبوا سرا، الآن المختصين النفسيين أيضا عندهم يعني حلقات أو عندهم استشارات هاتف أونلاين عن بعد بكامل السرية وكذا وكذا، ليس عيبا أن تذهب إلى المركز والمصحة النفسية بحثا عن العلاج. كذلك أيضا مما ذكرناه سلفا وأعيده لأنه من الأهمية بمكان، لما تفارق من تعلقت به وتبدأ في الاستقلال النفسي، اعلم أن من أسوأ شيء ترتكبه تجاه نفسك أن تقرأ في الحب أو أغاني الحب أو كلمات الحب أو الهيام والعشق والمسلسلات وكذا وكذا، هذا قطعا سيذكرك بمعشوقك، سواء امرأة مع امرأة، رجل مع رجل، امرأة مع رجل، رجل مع امرأة، ستتذكره قطعا، الذاكرة تستدعيه والذاكرة ستستحضره. أسوأ شيء تفعله في هذه المرحلة، مرحلة التعافي، أن تقرأ في هذه الأشياء. كذلك أيضا من الأسباب من العلاجات، وهي قد تكون يعني غريبة على بعض الناس لكنها مجربة، حاول أن تكون كاتبا، مش لتنشر، اكتب يومياتك، اليوم الصباح ذهبت كذا كذا إلى كذا، ذهبت إلى النادي، التقيت بفلان، ثم خرجت، ثم 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 ثم. يذكر علماء النفس أن من الطرق معالجة النفس والتعافي الكتابة، وهذا شيء من جربه عرف أثره،
من طرق العلاج النفسي لمثل هذه الأشياء، أن يحب الإنسان أن يكتب ويعني يتأمل ويكتب ويكتب بعض الأشياء والخواطر، لكن إياك أن تكتب في الحب والوجد والشوق واللوعة والهيام والاشتياق وهذه الأشياء. الآن هذا يعني انتهينا بالنسبة لي المتعلق. الطرف الثاني الآن أتكلم على الجزء الثاني من العلاج، اللي هو الذي هو ليس بمتعلق، يعني واحد تدبس فيه، إنسان صحيح ما عنده تعلق لكن جاه رجال تدبس فيه، أو امرأة مدرسة تحفيظ ما عندها أي إشكالية تدبست فيها طالبة، واضح؟ فيكون هذا أيضا على نوعين، بالنسبة للمتعلق به أو المتعلق بها، إذا كان بين رجلين أو بين امرأتين، فإن كان الأمر هذا التعلق قد وصل إلى الخلوات وممارسة الشذوذ أو الكلام بالإيحاءات الجنسية أو افتعال الأجواء الغرامية، فأنت يا من تعلق بك طرف ثاني وأنت غير متعلق به، إذا استشعرت منه هذه البوادر اقطع علاقتك به مباشرة. امرأة متعلقة مثلا بامرأة تبدأ ترسل إليها بعض الكلام فيه الذي إيحاءات جنسية، أو مطالبة بمواعيد غرامية، أو خلوة في فندق بجو غرامي، أو هذا مباشرة يقطع. ليش؟ لأن المسايرة ستؤدي إلى فعل الفاحشة الشنعاء الشذوذ الجنسي، كما ذكرت لكم قصة في بداية هذا اللقاء، ذلك الرجل الذي تعلق بآخر صار بينهم تعلق، والطرف الأول متزوج، ما زال الشيطان يتمادى بهما في الخلوات حتى فعلوا فاحشة قوم لوط. فإذا تعلق بك شخص وأنت لم تتعلق به، إذا شعرت منه مطالبة بالشذوذ أو مطالبة بالإيحاءات الجنسية أو اللقاءات الحميمية أو استعال الأجواء الرومانسية وكذا، مباشرة اقطع علاقتك به. لماذا؟ لأنك مسؤول عن نجاة نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وكل إنسان يوم القيامة سيسأله ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المتعلق بك تعلق ارتياح، أن يكون المتعلق بك تعلق ارتياح، لكن لا يطالبك بشذوذ ولا يطالب بأجواء حميمية، كل ما يريده هو الشعور بالدفء والحنان والأمان والاطمئنان تجاه هذا، يعني هذا الذي تعلق بك، هذا غاية ما يطلبه منك. فإن كان تعلقه بك تعلقا شديدا، إذ ربما لو تركته سينتحر، ففي مثل هذه الحالة لا نقول لك اتركه، ويعني تركا باتا. لماذا؟ لأن هذا يعني لا نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، يعني هو لا يطالبك بشذوذ، أو هذه الفتاة لا تطالب الأخرى بشذوذ، أو هذه الطالبة لا تطالب المعلمة بشذوذ، وإنما تعلقت بها تعلقا شديدا يصل لو فارقتها ممكن تنتحر. يعني تعودت أن تسمع صوتها، وأنا حقيقة هنا أوجه شكرا للمعلمات، فإن جاءتني أكثر من رسالة والله معلمات يتقين الله متذمرات من تعلق بعض الطالبات بهن. بعض الطالبات تبكي في اليوم اللي ما في حلقة إذا ما سمعت صوت المعلمة، إذا ما شافتها، إذا كذا إذا كذا. حقيقة وهذه يعني تحسب لمعلمات القرآن، كثير منهن متذمرات تقول أنا ماني متعلق بها، لكن هي المتعلقة بي، تفتعل الاتصال، تفتعل شيء عشان تكلمني. في هذه الحالة إذا كان التعلق تعلقا شديدا، ربما لو هجرتيها يؤدي بها إلى أن تنتحر أو تؤذي نفسها بأذى بالغ، لا، هنا نقول لهذه المعلمة اتقي الله سبحانه وتعالى، وضعي خطة لخلق مساحة آمنة. كيف؟ حاولي تدرجي، مثلا تعودت أنها دائما لازم تتصل عليك في اليوم عدة مرات، مرة لا تردي على المكالمة، مرة تأخري في الرد على الرسائل، ابدأي في خلق مساحة آمنة، وضعي خطة. يعني مثلا في الأسبوع، في الشهر الأول سأقلل نسبة المكالمات ونسبة المراسلات بقدر كذا. ما دمت يا أيتها المعلمة تتقين الله وتخافين الله، جزما ستضعين هذه الخطة، يكون الموضوع حاضر في بالك، ولو لم تكتبيه في ورقة لكنه في بالك. ابدأي في خلق مساحة آمنة. استطعت أن تعمل لها حيلة تنقليها لحلقة معلمة ثانية،
هذا جيد. تستطيعين مثلا كذا، حاولي اختلقي الأعذار بالتورية، مشغولة كذا كذا كذا، يعني شوية 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 تفكي هذا الأمر. وأيضا من علاجها هذه الطالبة المتعلقة بك أو هذا الطرف الذي تعلق بك، حاول أرشده إلى العناية بنفسه. روح استمع، احفظ القرآن، روح سوي كذا، روح سوي كذا. حول انشغاله بك إلى انشغاله بنفسه، واضح؟ حول انشغاله بك إلى انشغاله بنفسه. قولي والله ما شاء الله في طالبة ما شاء الله اليوم ما شاء الله في الثانوية جابت يعني 100%، وانت كمان اكيد تقدري ان شاء الله اذا اهتميتي بنفسك وكذا. تبدا يعني تخلق لها جوا من ناحيه انها تهتم بنفسها وتكون يعني مهتمه بشؤونها وقضاياها الخاصه، شيئا فشيئا منها ترسل لها هذه المحاضره، تكون زي ما ينقال زي هذه دقه، هذه المحاضره بعد ان تستمع اليها من حضرت، اذا كان في طالبه متعلقه بك او شخص متعلق بك ارسل له هذه المحاضره يستمع إليها ويعلم أنه يعني يقيس هذه الأشياء التي ذكرناها إلى آخره. طيب، أما إذا كان التعلق يعني طرف سليم وطرف متعلق، إذا كان هذا الذي هو متعلق بك أو متعلقة بك هذه الطالبة مثلا على سبيل المثال، تعلق يسير لكنه في طور التنامي وطور التطور، فهنا من الآن ابدأي بوضع الحدود وأرسلي لها هذه المحاضرة، وحاولي كوني حازمة، لأنه التعلق ما وصل لمرحلة الانتحار ومرحلة الأذية وكذا 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 إلى آخره. أما إذا كان التعلق بين الطرفين فلا حل له إلا بأن ينفصل عن بعضهم البعض. إذا كان التعلق بين طرفين متبادل لا حل إلا بأن ينفصل عن بعضهم البعض مع الأسباب التي ذكرناها سابقا. ورمضان فرصة ذهبية لخلق مساحة آمنة بإظهار التشاغل والتعذر بالعبادة وأمور الأهل وشراء التزامات رمضان والعيد، في ألف مخرج ومخرج الإنسان خارج نفسه. وعلماء النفس يقولون أن من اعتاد شيئا 21 يوما يوشك أن يكون له عادة. فإذا اعتادت 21 يوم أو شهر رمضان كامل أنت مشغولة عنها كذا، ما تعطيها وجه كثير كذا 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 كذا، تبدأ في الانتباه إلى نفسها وتشعر. لكن حذاري حذاري، إذا جاء العيد قد تكون هذه الطالبة متحفزة وقد جمعت، وإذا يعني عفوا تكون قد جمعت مشاعر تنتظر تفريغها في العيد. حذاري حذاري من شهر العيد، يمكن هذه المساحة الآمنة التي خلقتيها في رمضان ووضعت فيها حواجز وحدود يمكن أن تردمي هذه المساحة في العيد. خلينا نطلع، خلينا نروح مع بعض، والله بنت عمتي عزموني استراحة، ايش رأيك تيجي معايا؟ استمري في خلق المساحة الآمنة، اتعذري مرة، ردي على مكالمة مرتين لا تردي، كذا 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 كذا، إلين خلاص تفهمها زي ما ينقال بالدارجة، واعذروني على هذه الكلمة، تبدأ تفهم هذا الشيء. وأكثري من التورية بسبب الاعتذار والاشتغال وإلى آخره. طيب، هذا يعني ملف في التعلق ما يكون بين رجل ورجل أو امرأة مع امرأة. التعلق الثاني وهو يعني أيضا خطير في طرق العلاج، ما يكون تعلق بين رجل وامرأة، العلاقات العاطفية بين الجنسين. هذا حله شيء واحد، قطع الوعود والأماني. يا فلان، أنت تزعم أنك تحبني، تعال دق باب بيتنا وتزوجني، هذا رقم أبويا وهذا رقم عمي الله يحييك. اقطع الوعود والأماني الكاذبة، راح أتزوجك لما أتوظف، والله إن شاء الله لما أحصل نقل من الوظيفة، عندي التزامات مالية. إياك إياك أن تنتظري يعني خلو اليدين ثم يفوت العمر، إضافة إلى الحسرات والندامات وإلى آخره. لذلك يعني أعرف حالة من الحالات، رجل خطب امرأة وبقي على الخطبة 10 سنوات ثم ترك الخطبة. هذه والله حادثة أعرفها، البنت خطبها وهي في حدود بدايات 20 24 23 هكذا، ثم تركها وهي في 30. لا تسألوا على الحسافات والندامات وما يعقبها من الشجب. فالعلاقة بين الجنسين لا حل لها إلا بقطع الوعود والأمان الكاذبة. أيضا العكس ممكن، الرجل يكون مليا يريد أن يتزوج، الفتاة تتحجج بالدراسة
تتحجج مثلا بكذا 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 بكذا، اقطع العلاقة، قول إن شاء الله إذا خلصت الدراسة أنا أتقدم رسميا. أما الاستمرار في التواصل فهذا خطر كبير جدا، وسأتي إليه إن شاء الله في الصداقة بين الجنسين. وأنت في دوامة هذا فك التعلق أيا كان نوعه، فيما يسمى بالآثار الانسحابية عند المدمنين. فجأة مثلا قطعت هذه المرأة التي بينك وبينها تعلق مرضي 5 أيام، 5 أيام، 10 أيام، فجأة يجيك شعور عار بالاشتياق إليها، واضح؟ فهنا مباشرة عاري بهذا الأمر. لا تقولي بس خليني أكلمها 5 دقائق، من هنا تهدمين ما مضى. عند الآثار الانسحابية والخروج من هذه العلاقات الأثيمة تأتيك أحيانا مشاعر آسرة، ومشاعر تدفعك دفعا لكي تعيد هذا الأمر وتعيد هذا يعني التواصل. إياك إياك، لا تقبل به. وأدلكم على علاج نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث عائشة، العلاج بالتلبينة. لما تبدأ تفك التعلق، التلبينة هو حساء يعمل من الشعير، يباع عند العطارين ب5 ريال أو 10 ريال كذا، تذهب تقول له أعطيني التلبينة وهو يوريك طريقة صنعها، تأخذها على بالملعقة تسخنها وتشربها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد، أو في رواية مجمة للفؤاد وتذهب ببعض الحزن، تقوي القلب، واضح؟ التلبينة اكتبوا في جوجل صور التلبينة، وفي اليوتيوب تشوفوا، هو حساء من الشعير يعمل، ويكون هو لونه أبيض، لذلك سمي بالتلبينة تشبيها باللبن. اشربيه. وأنت يا أيها الرجل أيضا، هذا ترى يصلح أيضا إيش في حالات الطلاق، مثلا امرأة تحب زوجها فيطلقها بظلم، يعني تكون تمر بفترة نفسية عصيبة، اشرب التلبينة. مرحلة فقد إنسان، مات أبوه، ماتت أمه، اشرب هذه التلبينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها مجمة للفؤاد وتذهب ببعض الحزن. طيب، من ملفات المكاشفة وكذا، كيف أصون نفسي عن الوقوع في التعلق؟ أولا أن تحب الله كما ينبغي، وأن تتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته. سأكمل يعني سريعا، وكما ذكر ابن القيم أيضا، سد كل أبواب من أبواب العشق، لا تسمح، أنثر المحبة بين الناس لكن لا تسمح لأحد أن يتعلق بك، واضح؟ أنثر المحبة بين الناس لكن لا تسمح لأحد أن يتعلق بك. وذكرت في أول المحاضرة الفرق بين المحبة والتعلق، ذكرت فوارق كثيرة. أنثر المحبة في الله بين الناس لكن لا تسمح لأحد أن يتعلق بك. إذا شعرت بمبادئ التعلق كما ذكرنا من أماراته، فاصنع مساحة آمنة بينك وبين هذا الطرف. كذلك سد الخلل وأغلق مناطق التهريب. مثلا الرجل، لا تحادث الرجال إلا للضرورة القصوى وبكلام رسمي، تجنبي إرسال القلوب والورود والإيموجيات، وتجنبي التضاحك مع الرجال والتعليق على منشورات الرجال والمضاحكة وكذا وكذا إلى آخره، تجنبي مثل هذه كلها، سديها حتى لو كان شيخا ولو كان دكتورا لك في الجامعة. وكذلك اكتفي إذا أردت شكره بقول جزاك الله خيرا، من قالها فقد أبلغ في الثناء. أما المبالغة، يعني تعجبني كتاباتك كذا 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 كذا، إن اضطررت لمراسلة رجل ولو كان شيخا ولو كان دكتورا لك في الجامعة، تكلمي بكلام جزل لا يقبل الاحتمالات، وتتجنبي الضحكات والإيموجيات وكذا، وليكن على قدر الضرورة. وأنت يا أيها الرجل، وأنت يا أيها المرأة، يا أيتها المرأة، من صيانة النفس غض البصر. أحيانا أسباب التعلق الجمال، امرأة تفتن بجمال أخرى، الرجل يفتن بجمال رجل، امرأة تفتن بجمال رجل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغض البصر. ولذلك قال في قال ذلك الشاعر فيما أورده ابن القيم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النهر من مستصغر الشرر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. الوقاية خير من العلاج، الوقاية أسهل، الدفع أيسر من الرفع. صون نفسك عن التعلق، لأنه إن وقع فإنه خروجه فيه صعوبة. كذلك أيضا من أعظم الأشياء التي أيضا ذكرتها في كتبناها في المنشور، انحراف البوصلة، وهذا خطير جدا.
الانتباه من انحراف البوصلة. كيف؟ علاقة حب في الله بين رجل ورجل، بين امرأة وامرأة، حب في الله طاهر. إذا بتبدأ البوصلة تنحرف شيئا فشيئا إلى التعلق. فإذا شعرت يا أيها الطرف، أحد الطرفين إما الأول أو الثاني، أن الطرف الثاني بدأت تتحول مشاعره من إيش هو الحب في الله، خلينا نعرف الحب في الله عشان إيش نحذر من التعلق. الحب في الله أن تحب الإنسان بدينه، لعلمه، لحبه للصلاة، لشيء لأجل الله، لرعايته الضعفاء، لنصرته المظلوم، كذا كذا إلى آخره. ويهمك أن يكون سليما وأن يكون في أمن وعافية، هذا معنى الحب في الله. لكن إذا بدأ ينحرف هذا الحب في الله، أنا ما أرتاح لما أسمع صوت فلان، أنا ما أقدر أنام، بل من أسوأ ما سمعته، اعذروني على هذه الكلمة، امرأة تقول أنا لا أستطيع النوم إلا إذا سمعت صوت أنفاس محبوبتي، صوت الأنفاس اللي يخرج من سماعة المكالمة، تقول أنا ما أقدر أنام إذا ما سمعت صوت النفس هذا. فهذا واضح تعلق، وإن غلف باسم المحبة في الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يصون الإنسان ويحمي به نفسه عن هذا التعلق، كن متزنا في مشاعرك، كن متزنا في مشاعرك، احذر من الاندفاع العارم. وقد فيما يروى عن علي، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فاحذر من الإفراط في المشاعر، وتذكر أن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. طيب، كذلك أيضا مما يحمي به الإنسان يعني نفسه، وأختم به قبل الأخير، مما يحمي به الإنسان نفسه أن يبدأ يومه بأذكار الصباح والمساء. من بدأ يومه بأذكار الصباح والمساء فقد أحرز نفسه من الشيطان ومن كل مداخل الشيطان ومساوئ الشيطان. فيحرص الإنسان لا يفوت أذكار الصباح وأذكار المساء. أسعد الناس بالحب في أسعد الناس كلهم بحبهم في الله، لكن لا تسمح لأحد أن يتعلق بك. وذكرت لكم الطرق والاحتياطات والاحترازات، اصنع لك مساحة آمنة. ما في شيء أنا ما أرتاح لما أسمع صوتك، ما في شيء أنا ما أرتاح لما أسمع صوتك، أنا ما أقدر أروح مكان إذا أنت منتي موجودة، أنا كذا أنا كذا، مباشرة اصنعي لك مساحة آمنة وحدود للحماية. طيب، أيضا الملف الذي يليه من ما يعني أحببت أن أتكلم فيه، وهي بعض المكاشفات وبعض الأمور التي يعني ربما تكون فيها بعض الأشياء الصعبة، لكن تحملوا وخذوه على يعني محمل النصيحة ومحمل إرادة الخير. بعض الفتيات تفتح لنفسها باب التعلق من باب أريد زوجا، أو تفتح لنفسها باب لمحادثة الرجال زعما أنها تريد الزواج. احيانا توافق يعني على الخرجات والطلعات، تقول انا ايش ممكن يتزوجني، انا عشان عمري تقدم به، يمكن لو طلعنا وتعرفنا على بعض راح يتزوجني. والله ليس هذا المراد. اللي يبغى وقت البيوت من ابوابها، الذي يريد الزواج يعرف الابواب. واياك اياك يا ايتها الفتاه، مهما تاخر بك العمر، لا ترضي بانصاف الحلول، الزواجات التي تكون من باب اشباع الغريزه. والله ان هذا مما يقطع القلب، زواج سري، زواج مسيار، خصوصا لبنت البكر، إذا كان خصوصا الذي تقدم إليها شخص معدد يريد بنتا بكرا مسيار أو زواج سري أو كذا، والله ما هكذا يفعل ببنات الأشراف. وأعرف قصة رجل يعني بلغ من القصة مبلغا، تزوج فتاة بنت 19 سنة، والله الذي لا إله غيره، تعلقت به، صارت بدأت العلاقة بينهما على الفيسبوك، تعلقت به. هذه الفتاة عمرها 19 سنة وهو في حدود 40، فاستغل ظروف أهلها، عندهم يعني عوز مادي، فتزوجها زواجا سريا. والله الذي لا إله غيره طلقها بعد شهر واحد. هذه القصة شوفوا كيف استغل ضعف أهلها واحتياجهم المادي وقضى فيها نزوته شهر وطلقها. فأنا أقول يا أيتها الفتاة، خصوصا نحن ذكرت في بداية المحاضرة أن يعني هذه المحاضرة 70% منها موجهة إلى النساء، لأن قضية غلبة العاطفة وحسن النية وكذا وكذا في النساء أكثر، وموجود في الرجال، وقد ذكرت قصصا في هذا حتى لا يقال هذا تحيز. لكن والله ما أردت به إلا الغيرة على الأعراض وحماية نساء المؤمنين وبناتهم.
فلا ترضي بأنصاف الحلول. نعم قد يقال في حالات استثنائية ما لا يقال في أخرى، لكن من حيث الكلام العام، فتاة في 19 يتزوجها رجل أصلا ما سوى أوراق زواج، هذا اللي تعرف أنها نية تلاعب، ما عمل أوراق زواج، زواج بيتي منزلي سري، أخذها شهرا واحدا طلقها ب 19 سنة، ما شمت الحياة زي ما ينقال بالدارجة، واعذروني على هذا. طيب يأتي سؤال الآن، هل الخوف من التعلق يفرض علي أن أكره الناس؟ الجواب لا، الخوف من التعلق يفرض عليك أن تخلق مساحة آمنة وتتلطف بالناس، لكن احذر من انحراف البوصلة. كيف أصون نفسي؟ ذكرناه في اللقاء في النقطة الماضية. طيب من الملفات المكاشفة، ذكرت الملف الأول وهو أن بعض النساء يعني تفتح لنفسها بابا إلى التعلق بدعوى الزواج أو فوات قطار العمر أو إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن ييسر لأبنائي وبنات المسلمين العفة، وأن ييسر لهم الأزواج والزوجات الصالحين والصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الرسائل التي وصلت إلي في ملفات المكاشفة، أن إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول في المدارس من الملاحظ بعض الفتيات تتعطر وتضع المرطبات لاستقبال محبوبتها أو معشوقتها أو كذا أو كذا، يعني يعيشون جوا يعني رومانسيا أو جوا حميميا كأنهما زوجان، وعلى المدرسين والمدرسات أن يتنبهوا لهذا الباب. كذلك من ملفات المكاشفة والمناصحة، وأعرف أنه صعب على النفس، لكن من باب أن الحق يقال، التعلق المرضي الذي ينتشر أحيانا بين طالبات العلم أو في الدور الشرعية، يبدأ من داعي الحرص الزائد فلا يتنبه له، فتنحرف البوصلة إلى تعلق مرضي. وهذا يعني أرسلت به إحدى الأخوات تقول أن بعض زميلاتها وقعن في هذا الباب، بدأنا من باب الاهتمام ببعضهن البعض كذا كذا كذا، ثم لم ينتبهن للبوصلة فانحرفت البوصلة إلى ما لا تحمد عقباه. كذلك أيضا من ملفات المناصحة والمكاشفة والمصارحة، ذكرت أرسلت إحدى الأمهات تقول نرجو التنبيه على ما تمارسه بعض الفتيات، تذهب إلى بيت زميلتها أو صديقتها من 10 مساء وتسهر عندها إلى اليوم الثاني عصرا، وتكون هذه ربما يعني مش لمرة لضرورة، دائما ربما تكون يعني أصلا هذه عازبة في البيت فيه رجال، وناهيك ما يتبع ذلك من الخلوات، وربما تنحرف البوصلة إلى الإعجاب بالجسد والمفاتن ويتحول إلى شذوذ، وخصوصا في فترة الأعياد وفترة السهرات وكذا وكذا. هذا يضع أيضا حملا وشيئا على الأمهات والآباء أن يتنبهوا لهذا الباب. كذلك من ملفات المناصحة والمصارحة والمكاشفة، التعلق بالمشاهير أو بأي أحد من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ يعني خصوصا عند أخواتي النساء يعني ترى هذا المشهور مثلا هو المثال النموذجي الذي يصلح أن يكون زوجا لها، فتظل تراقب حساباته ويومياته وتعلق على يومياته وتعلق على منشوراته وتعلق على صوره، ثم يتطور الأمر بالدخول إلى صوره في الانستغرام ومتابعته، ثم يتحول الأمر إلى عذاب، فإذا عرفت أنه متزوج أو خطب بأخرى تنهار. ولذلك غض البصر مأمور به الرجال والنساء. بعض النساء تقول أنا بس أتابع، أنا ماني ما بحب ولا حاجة، لكن أن الأمر يبدأ بنظرة ثم استحسان ثم إعجاب ثم يتحول الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، إلى عذاب. ربما يكون المشهور هذا خبيثا فيواعدها ويستغل عرضها وشرفها ويستغلها بهذا الباب، وربما يعني يستغلها عاطفيا أو يستغلها بس من باب السواليف والطقطقة والدردشة، وهي تعطيه مشاعر حقيقية وكذا وكذا وهو يخادعها. فهذا أيضا مما ننبه، وكثير أيضا من الصالحات وقعوا في هذا، يعني مما ذكره لي أحد الأشخاص أن امرأة يعني عشقت قارئا، ليس إشكالا أن المرأة تحب القرآن بصوت القارئ فلان، لكن هي ماذا كانت تعمل؟ فتحت حسابا في الفيسبوك تجمع صور هذا القارئ، والله الذي لا إله غيره. اليوم يعني أحد الشباب عرف أنني سألقي هذا اللقاء فقال خذ هذه القصة لعلك يعني تذكرها من باب العبرة والفائدة.
فيقول هذه الفتاة عشقت أحد القراء المشاهير، فصارت عملت حساب في الفيسبوك تجمع صوره ومقاطعه وزياراته وكذا وكذا، ثم كلفت به وأحبته حبا جما. يقول لي صاحبي هذا مرة رأته في الشارع والله لم تطق حتى صرخت ونادته باسمه أمام الناس وأحدثت له إحراجا. شوفوا كيف انحراف البوصلة، بدأ من حب الصوت، هذا مشروع أن أحب القرآن بصوت فلان، هذا ما في إشكال، لكن نحذر من انحراف البوصلة بنفس ما ذكرنا. كذلك من ملفات المصارحة والمكاشفة والمناصحة بعض الكتاب الجيدين، خصوصا من يجيد اللغات العاطفية. أحيانا تكون المرأة يعني تمر بظروف نفسية عصيبة وظروف صعبة وقاهرة، فتجد مثلا من يعبر عن مشاعرها بكتاباته، فتبدأ بالتعليق عليه ثم بإرسال الورود ثم بالقلوب ثم بالإيموجي ثم إلى آخره. كذلك أيضا مما يحصل العكس أحيانا، مساحات تويتر، أنا لا أتكلم عن المساحات التي تكون درس علمي يجمع كل الناس للخير والفائدة، ما في بأس، أتكلم على المساحات اللي تكون إيش، مساحة سواليف ودردشة، يعني مساحة شباب وبنات يسولفوا ويضحكوا وغنج و و و ودلع وصوت وخضوع في القول. بأي حق هذا؟ ثم واحد يقول له ما شاء الله أسلوبك والله حلو وكذا وكذا، ومعروف كما قال أظن الرافعي، أظنه الرافعي والله أعلم، أحد الكتاب قال لو أن امرأة حملت جبلا على ظهرها فقال لها رجل أحسنت لنسيت التعب. مقصوده من هذا النص أن المدح له أثره البالغ على المرأة، فبعض الخبثاء وبعض السيئة الذين يصطادون الفتيات في مثل هذه المساحات يبدأ يثني على عقلها وعلى حوارها وعلى جودة نقاشها على كذا كذا، ثم يقع الفأس في الرأس تتعلق به أو هو يتعلق بها. طيب أيضا من ملفات المصارحة والمكاشفة التي وصلت إلي أن مجموعة من النساء أحسن الظن برجل مؤثر، يعني رجل يعني يظن فيه الخير عقلا ودينا وحكمة، لأجل بعض قضاياهن الخاصة التي يجيبهن عليها، يعني جروب واتساب كل حريم واحد رجال واحد، فصار هذا الرجل يعني يرسل يومياته، يعني حول الجروب من الهدف أصلا، يعني طريقة هذا الجروب أصلا غلط، واضح؟ فهذه المرأة يعني هذا الرجال صار وهو متزوج صار يحط إيش يومياته ويحط كذا ويقال يحط كذا ويقال كذا إلى آخره، فتعلقت به إحدى الفتيات من هذا الجروب يعني فعلت له إحراجا، وهو يحسب من طلبة العلم، صارت تستجلب أرقام طلبة العلم وتناشدهم لكي يقنعوه أن يتزوجها، وهو من دولة وهي من دولة، يقول لها بنت الحلال أنا متزوج وأنا من دولة وأنت في دولة وكذا وكذا وكذا. يقول هذا الذي نقل إلي هذا الملف، ملف المصارحة والمكاشفة، يقول والله هذه الفتاة إلى الآن لا تستطيع نوم الليل، كلفت بهذا الرجل أحبته يعني دب إلى عروقها وصار كالماء على كبدها، لا تستطيع أن تفارق يعني صوتياته ولا أن تفارق كذا ولا صوره ولا إلى آخره. فهذه أيضا من الملفات الخطيرة التي أيضا يتنبأ لها. كذلك أيضا من الملفات المصارحة والمكاشفة في مسألة المساحات ما يفعله بتفعله بعض تفعله بعض المساحات المختلطه، يعني يسمونها ايش، مساحه الغاز، حرمه تقول لغز والرجال يجيب، وناهيك عن القهقهه والغنج. الله سبحانه وتعالى امر المراه اذا احتاجت ان تكلم الرجل وقلن قولا معروفا ولا تبرجن ولا تخفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. احتاجت المرأة أن تكلم رجلا على الضرورة وبما يفي بالغرض، حتى الحروف ما يحتاج تزودي، إذا أجابك بما تريدين لا تزيدي على جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا دعوة محترمة ليس فيها ما يرمز لأي شيء عاطفي، اكتفي جزاك الله خيرا وغادري مباشرة. أما المساحات اللي فيها سواليف، بل من العجيب الذي أراه في تويتر، أحيانا تكون مساحة هزلية، شباب جامعة 22 23 سنه فاتحين مساحه يسولفوا ويدردشوا، تشوف بعض الحريم بعض البنات دخلوا المساحه مستمع، ابي الله عليكم الها احتياج الى هذه المساحه؟ تبدا تسمع السواليف، والله فلان اسلوبه حلو، والله فلان صوته حلو، والله فلان تعليقاته حلوه، كذا كذا كذا، فتتعلق به، ليس لك حاجه. انا اقول يا اخواني ويا اخواتي، وخصوصا اخواتي النساء،
عفة الروح تسبق عفة البدن، احفظنا هذه عني، عفة الروح تسبق عفة البدن. بعض النساء تقول أنا الحمد لله محجبة في الشارع ما أبين جسمي، ولكن روحها غير محجبة، تدخل المساحات الهزلية والتعليق بين الرجال والحريم، ومسابقة ألغاز رجال وحريم، ومحاورة ماذا سيحصل بين روسيا وأوكرانيا وهي ليست من تخصصها، ولا كذا ولا كذا إلى آخره. فهذه من الأشياء التي ينبغي للمرأة أن تصون نفسها، عفة الروح تسبق عفة البدن. العفة تبدأ من الروح، لا فائدة من أن الجسد محجب ولكن الروح غير عفيفة. العفة تبدأ من الروح. طيب، كذلك بملفات المصارحة والمكاشفة، وأظن هذا ممكن هو من أطول الملفات التي يعني تكون قبيل الأخير وقبل الختم، دعوة الصداقة بين الجنسين، وهذا جسر كبير إلى مسألة التعلق. أولا، هل يمكن، سؤال، هل يمكن أن تحصل صداقة بين رجل وامرأة؟ هل يمكن في نظركم أن تحصل صداقة بين رجل وامرأة؟ أنا أعطيكم بعض الأشياء الصادمة. أنا سأبدأ بديننا. أول شيء عندنا ديننا، لا يمكن أن نقدم عليه شيء. الله قال ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس أي أخلاء، وقال السدي ولا متخذة صديقا. ما في صداقة بين الرجل وحرمة أبدا، ما في شيء اسمه حرمة صديقة رجل، هذا في قول الله سبحانه وتعالى. فديننا ضبط العلاقات البشرية وقلص من احتكاك الجنسين ببعضهما، ليش؟ اتقاء للشبهات وسدا لباب المحرمات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرأة وخلق الرجل، وهو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيتها المرأة، قد تصادقين رجلا وتكون نواياك في البداية سليمة ومشاعرك أخوية خالصة، لكن لا تعلمين متى ستنحرف البوصلة، متى تتحول تلك العلاقة الراقية إلى شيء مريب، لا تعلمين متى يتحول الصديق إلى عشيق والأخ إلى حبيب، لا تعلمين متى ستخونك مشاعرك ومتى ستخونه مشاعره ويقع في ورطة. فالصداقة بين الرجل والمرأة تظل إيش؟ على أمل انفتاح الباب لتتحول إلى علاقة يعني حميمية. طيب، كذلك أيضا من الأشياء التي نقولها في هذا الملف، تستحيل الصداقة بين الرجل والمرأة. إيش؟ لأن الناحية الحميمية دائما تعيق الأمر. حتى لو كنا نرفض العواطف في البداية لكنها ستهجم مع الأيام. وأعطيكم معلومة صادمة وخذوها من رجل غير مسلم، وربما هي في عقول بعض شبابنا وفتياتنا أبلغ مما قال الله وقال الرسول بسبب العولمة المعاصرة. كلكم يعرف الممثل الأمريكي ستيف هارفي، كان له يعني مقابلة على CNN، فكانت الصحفية تسأله عن مسألة الصداقة، فأكد لها، يقول أنا لا أمتلك أي صداقة مع أنثى، يقول وكل أصدقائي من الرجال، يقال لها وبمنتهى البساطة لا أقدر على مرافقة أنثى بغير زواج. ثم سألته الصحفية، قالت هل كل الرجال يفكرون مثلك؟ فقال لها 99.99 يفكرون هكذا. ثم شوفوا إيش الأعطى اختبارا دقيقا، يقول مثلا، يقول لهذه المذيعة حاولي أن تسألي أحد أصدقائك عن استعداده لتحويل صداقتكما إلى علاقة غرامية، يقول ثم استمتعي بعروض الألعاب النارية، صح ولا لا؟ يقول أي امرأة تؤمن بالصداقة بين الرجل والمرأة، جربي قولي له والله أنا بدأت أحبك، والله أنا معجبة فيك، شوفي كيف سيستقبل هذا الكلام، صح ولا لا؟ أي امرأة تجادل في هذا، أو أي رجل يخادع نفسه بهذا. أنا أزيد على كلام ستيف هارفي معلومة، أيتها المرأة التي تقولين إن الرجل يمكن أن يكون صديقا لك بنوايا سليمة، لتجرب المرأة مثلا ترسل إليه 5 صور من صورها، قولي له أي صورة في نظرك أحسن، أو أي صورة التي بملابسي تليق أن ألبسها للمناسبة الفلانية، وانظري إلى جوابه، صح ولا لا؟ لا أتكلم عن حالة الضرورة وما يكون إذا المرأة احتاجت أن تكلم موظفا أو مراجعا أو إلى آخره، بقدر الحاجة. أنا أتكلم على صداقة وناسة سواليف جلوس شرب قهوة مدري إيش، لا يمكن.
أبدا لا يمكن أن تكون صداقة بين رجل وامرأة. وتحاول المرأة التي مقتنعة بهذه الفكرة أن تعرض على أصدقائها الذين تزعم أنهم أصدقاء لها، تجرب أن تتكلم معهم كلاما عاطفيا من باب التجربة. 90% من الرجال لن يرفضوا تلك العلاقة الغرامية، وهذا بفطرة. وأقول أمرا لا تعرفه النساء، واعذروني على هذه الكلمة لكنها أمانة ألقى الله بها، تفكير الرجل في المرأة يختلف عن تفكير المرأة للرجل. المرأة حين تفكر في الرجل تفكر في جانب العاطفة والأمان والإحساس بالحماية، واضح؟ وأما الرجل أول تفكير عنده هو غالبا النظرة الجنسية. أذكر لكم مثالا، الآن المواقع التي تعرض الفنانين وأجساد الرجال، كم نسبة النساء اللاتي يتعنين ويدخلن للنظر في أجساد الرجال؟ النسبة إيش؟ قليلة، صح ولا لا؟ نسبة النساء اللاتي تدخلن إلى المواقع التي تعرض صدور الرجال وأقدام الرجال، صح ولا لا؟ نتفق على هذه المقدمة. نسبة النساء قليلة اللاتي يدخلن للنظر في أجساد الرجال. طيب كم هي نسبة الرجال الذين يدخلون إلى المواقع الخليعة لمشاهدة أجساد النساء؟ النسبة قليلة ولا كثيرة؟ نسبة الرجال الذين يدخلون إلى المواقع الخليعة لمشاهدة أجساد النساء قليلة ولا كثيرة؟ بل المتزوجون واقعون فيها، واضح؟ أيوة. طيب ما الفائدة؟ بل إن الرجل ساق المرأة يفتنه، صوت خلخال قدمها يفتنه، وهذا ترى شيء، معذرة يا الحاضرين والحاضرات، ترى النساء تجهل هذا. المرأة التفكير الأول عندها العاطفة، ثم يليه الجنس إذا جازت لها العاطفة. أما الرجل عكس، يفكر في الجنس ثم يفكر في العاطفة. هذا الذي لا تفهمه النساء. ولذلك يقولون يمكن في نطاقات ضيقة أن تعتبر المرأة الرجل صديقا، لكن الرجل لا يمكن أن يعتبر المرأة صديقة إلا لو كانت في عمر جدته، واضح؟ إلا لو كانت في عمر جدته هذا شيء ثاني، لكن طول ما أن هذه المرأة يمكن أن تتزوج وتنكح، لا يمكن للرجل أن يصفي النية تجاهها أبدا، لا يمكن هذا. والشواهد وهذه الأشياء التي ذكرتها لكم، الله قد قال ولا يضربن بأرجلهن، فلا تخضعن بالقول، الصوت يفتنه، الصوت القدم يفتنه. هذا الذي يفتن بالصوت يا إخواني يا أخواتي، هذا الذي يفتن بصوت خلخال القدم، أيمكنه أن يكون صديقا للمرأة؟ الجواب لا وألف لا. وينتظر الفرصة التي تتحول هذه العلاقة إلى علاقة عاطفية كما قال السفارسي. فقضية دعوى أنه في صداقة بين رجل وامرأة، والله لا يمكن، وأنا رجل وأقولها، وما قلت هذا الأمر ولا بينته ولا أطلت في هذا الملف، ملف المصارحة والمكاشفة، والله إلا نصيحة لأخواتي وصيانة لأعراضهن وصيانة لأبناء المسلمين وبناتي. ما يمكن أن الرجل يعامل المرأة التي يمكن أن تشتهى وتكون صديقة له، يجلس معها على كاسة قهوة ويجلس معها يسولفوا ويساعدها في اختيار ما تشتريه في العيد، والله لا يمكن. ما دام هو إلا في حالة إذا كان مريضا أو لا أرب له في النساء، هذه الحالة الوحيدة، إذا كان ليس له أرب في النساء كأن رضت خصيتاه أو أتاه علة لا يمكن أو صار عنده إشكال. أما طول ما أنه رجل يطيق الزواج والنكاح، لا يمكن أن يصفي نيته في تعامله مع المرأة. وهذا الكلام يعني خصوصا فتيات الجيل الصاعد اللاتي نشأن في عصر التكنولوجيا والتقنية، بنات ال 18 وال 19 وال 20، لا يدركن عمق هذا الكلام. فهذه الملفات وهذه المصارحة انقلوها لمن وراءكم، وبينوا لهم هذه الأمثلة العقلية وهذه الأشياء التي بينتها. ولذلك الكاتبة الأمريكية، وأنا استشهد بمسلمين واستشهد بكفار حتى لا يقال إن كلامك خارج عن نظر الشريعة وأنت يعني ما عشرت الواقع، هذه كاتب ستيف هارفي ممثل، يعني دخل عالم النساء في التمثيليات إلين شبع زي ما ينقال بالدارجة، معذرة. الكاتبة الأمريكية شيرلي جلاس تقول تناولت هذه المسألة، تقول عفوا تحقق الانجذاب، هذه شيرلي جلاس تقول تحقق الانجذاب بين الجنسين
يتناسب طرديا مع قدرتنا على التنفس. يقول طول ما انه الرجال بيتنفس والحرمه بتتنفس في فرصه للانجذاب. وهي لها كتاب اسمه ليسوا مجرد اصدقاء. Not just friends. تقول ليسوا مجرد اصدقاء، ما يمكن ان تكون صداقه يعني بريئه بين رجل وامراه. انا لا اتكلم عن امراه تكلم بقال، امراه تكلم تاكسي. هذه أشياء موجودة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، النساء يذهبن إلى السوق ويشترين بقدر الحاجة، لكن أنا أتكلم عن صداقة وناسة سواليف ترسل إليه صورها، إيش رأيك في الصورة هذه، إيش رأيك تخاويني أروح أنقي ملابس العيد كذا 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 إلى آخره. هذا لا يمكن أن يكون بين رجل وامرأة. يقول ابن القيم، أنا هذا الكلام ليش قلته يا أخواتي ويا إخواني، وأخص بالنساء بالغ الأهمية. ابن القيم ذكر قصة توضح لنا كيف يفكر الرجل تجاه المرأة. واضح؟ المرأة لما تفكر في الرجل تفكر في الإعجاب بفكره، بعقله، بماله. واضح؟ لكن الرجل أول شيء يفكر فيه إذا كانت المرأة تنكح، هذا الغريزة هو أول ما يفكر فيه. يعني الرجل ثور، الرجل كذا، لا، هكذا خلقه الله. ولذلك الله قلص إمكانية الاحتكاك بين الجنسين، وهذا من الأشياء التي يعني يتنبه لها في النساء. ابن القيم ذكر قصة خطيرة أنا أذكرها ثم أختم بهمسات سريعات. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول كان النصارى إذا أرادوا أن ينصروا أسيرا مسلما، شوفوا كيف، شوفوا الغرب لما يدرس شيء يعرف أنه هذا الشيء له نتيجة. ما في شيء يجيب رأس الرجال، واعذروني على هذه الكلمة الدارجة، إلا المرأة. وذكرت لكم الرسالة التي وصلت إلي اليوم، رجل متزوج وعنده أبناء، عاشق امرأة أخرى، فغضبت عليه زوجته، قال لها تبي الطلاق أبشري بكل برود. شوف، لأجل حبه امرأة أجنبية يضحي بحياته الزوجية واستقراره الأسري ويشتت أولاده، ما عنده مشكلة. هذا يجلي إيش؟ حجم فتنة المرأة على الرجل. المرأة تعجب بالرجل فكره، عقله، لا تفكر في الجنس أولا. الرجل أول شيء يفكر في الجنس. والله هذا كلام ما قلته إلا أمانة وديانة أسأل فيها أمام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، كان النصارى إذا أرادوا أن ينصروا أسيرا مسلما يربطونه ثم يسرحون إليه جارية تفتنه مرة مرتين هكذا حتى يتعلق قلبه بها، فإذا طلب إذا فتبذل نفسها له تريد أن تمكنه، فتقول بشرط أن تتنصر. فقال ابن القيم، فهو حينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني شوف، الرجل عنده احتمال يسيب دينه عشان حرمة. فهمتوا؟ هذا يدل إيش؟ إنه فتنة المرأة على الرجل ليست كفتنة الرجل على المرأة. واضح الكلام يا إخواني يا أخواتي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تركت بعدي فتنة إيش؟ أضر على الرجال من النساء. ولذلك السذج يتناولون هذا الحديث يقول هذا شيطنة للمرأة. أنا أوردت عليكم شواهد من الغرب، من يحبون الغرب ويقتنعون بالدراسات الغربية، أوردت دراستين غربيتين، غلاس والثاني ستيفان. ليش؟ لأن الرجل طبيعته أنه يعني شديد الحب للمرأة، على عكس المرأة، أن المرأة تعلقها إلى الرجال أقل. وربما يعني شوفوا، النصارى يساومون الرجل على دينه، وما رأوا شيئا يساومونه على دينه إلا بالمرأة. هذا يدل على إيش؟ أن المرأة لها تأثير عجيب على الرجل، وهذا يجعل المرأة تعيد ترتيب أولوياتها في تعاملها مع الرجال، وتتعامل محترسة، وتتعامل على قدر الحاجة، وأن تنظر إلى مثل هذه الأحاديث النبوية أنها من باب الحياطة والحماية وليس من باب شيطنة المرأة. إذا كان صوت خلخالها، وإذا كان صوتها يفتنه، وإذا كان منظرها يجعله يرتد عن دينه ويترك أغلى ما لديه عقيدته ودينه، فلأن يترك عائلته من باب أولى. طيب، أختم أخيرا مسألة يا إخواني، رمضان فرصة
لنبذ هذه العلاقات وهذه الأوحال الشيطانية والخبائث والرذائل التي أوردتها. ومعذرة، أنا بدأت وذكرت أن مادة اليوم دسمة، وأردت أن تكون مرجعا شاملا لهذا الموضوع، لأن الأسئلة عليه كثيرة والطلبات كثيرة والإشكاليات، والله وردت إلي أسئلة وقصص أستحي من ذكرها حقيقة، وبعض القصص قال لي أصحابها لا تذكرها، ولكن لنعرفك حجم المشكلة. هذا الذي يعني حفزني ودعاني إلى أن أجمع هذه المادة وأتكلم فيها وأسأل وإلى آخره. طيب، قضية الهجران ومحاربة التعلق، أنا قلت أني سأرجي هذه المسألة. يعني إذا قلنا اترك الذي كنت متعلقا به، خصوصا المرأة مع الرجل، مع الرجل يترك مباشرة. امرأة متعلقة بامرأة، تقول طيب يمكن يأتيها الشيطان، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان، ما هو الهجر الذي يعاتب عليه الإنسان إذا صد عنه حال الالتقاء؟ واضح؟ قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذه المرأة التي تشعرين أنك متعلقة بها تعلقا شديدا وقلت سأفارقها وأترك حساباتها، كذلك يا أيها الرجل، هذا الرجل الذي تعلقت به وصار لك إدمانا وربما يصل إلى الشذوذ، قطعته وحاربت الوصال الذي بينكما، إذا رأيته في الشارع سلم عليه سلاما عابرا، السلام عليكم، كيف حالكم، طيبين، إيش الأخبار، عساكم بخير، والسلام عليكم. هكذا لا تكون هاجرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وليس معناها أن تكرهه، ولكن أنت تريد أن تحمي نفسك وأن تحمي قلبك وأن يكون قلبك لله وحده عز وجل. فالقلب بيت الرب جل جلاله، حبا وإخلاصا مع الإيمان. أختم ببعض الهمسات وبعض التوصيات. أيها الرجل ويا أيتها المرأة ويا أيها الشاب، الحب في الله مسألة عظيمة ومطلوبة. انثر الحب فيما حولك ممن يجوز لك أن تنثر المحبة له، لكن عليك أن تؤمن بأن الرحيل واجب، وأن ذبول كل شيء آت، وأن الفراق كل شيء، كل آدمي الفراق مكتوب على رقبته، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اعلم أن كل إنسان سيرحل، وكما قال البغدادي يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل. حط في بالك أن ما في إنسان إلا سيفارق ما هو عليه من إخوان، من أحباب، من هذا يجعله متعلقا بالله لا يتعلق بغير الله. قال يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل. حط في بالك أنك ستفارق والناس سيفارقونك وكل شيء سيذبل. يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الليالي ببعض مصائبه أعول عويل، يبكي ويصرخ مثل النساء. فإذا عين في باله أن الترك واجب وأن كل إنسان سيترك كل شيء، هذا يجعله متعلقا بالله، يتعلق بالواحد الذي لا يزول، وكما قيل في المثل الدارج الدائم وجه الله. أيها الحاضر ويا أيتها الحاضرات ويا أيها الشباب، على الإنسان أن يستشعر الكرامة. أنت تستحق حبيبا دائما موجودا لك هو الله. وتأمل قول إبراهيم لا أحب الآفلين، كل من عليها فان سيزول. أنت تحب، تستحق حبيبا دائما لا يرحل عنك وهو الله، يسمعك، يعينك، يهديك، يحبك. إذا أحببته أحبك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وإلى آخره. وتذكر قال ربك وأنا معه إذا ذكرني. تأمل هذه المعية التي فيها العناية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف. قلبك يستحق الأكمل، يستحق الأفضل، يستحق الأجل، يستحق الدائم هو الله. إن الحكم إلا لله، كيف تسمح لمخلوق أن يتحكم في فرحك ويتحكم في حزنك ويتحكم في سعادتك ويتحكم في بكائك ويتحكم في اختياراتك؟ استشعر الشهادة العظيمة التي تشهد بها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها تحرير للقلب والنفس من الرق للمخلوقين واتباع غير المرسلين. وتأمل كما قال
فآمن له لوط إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى الله. يا أيها المسلم لك هجرتان، هجرة بقلبك إلى ربك سبحانه وتعالى، لا ينبغي لقلبك أن يكون مهاجرا إلا لله وحده، وهجرة بجوارحك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، واجعل لقلبك مثقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، إلى آخر ما قال في النونية. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، إن الله كان بكم رحيما. أعظم رحلة يقطعها العبد في حياته تلك الرحلة التي يحزم فيها حقائب روحه إلى الله. عش بروح المهاجر إلى الله، عش بروح إبراهيمية، لا تشغلك عوائق الطريق، وتذكر إلى من تسير. فالحياة والعمر كله رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ترضى بمشاعر الدونية ومشاعر الذلة والتبعية لشخص تتعلق به وتسلمه قلبك أغلى ما تملك، وقلبك هو بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإيمان. وتأمل قول ربعي بن عامر لما وقف عند رستم بعظمته وبهائه، وربعي بن عامر كان يلبس الأسمال البالية، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أنت لا تعبد إلا الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالتي إلى عدل الإسلام. هذا هو ختام هذا المجلس، وأوصي بوصية أخيرة بعد هذه الهمسات: مدارسة كتاب الداء والدواء. يا معشر الحاضرين والحاضرات، لا تفتؤوا ولا تفتروا عن الداء والدواء. هذا الكتاب لتتأبطوه في حلكم وترحالكم، ليكن موجودا في سفراتكم، ليكن محملا على جوالاتكم. لا تتركوا هذا الكتاب، فإنه يعالج السلوك ويعالج أيضا القضايا والشهوات والشبهات وإلى آخره. ولمن أراد فإن الكتاب قد علقنا على مختصره في 4 مجالس في واقع 8 ساعات يمكن أن تدرس في رمضان. وكانت الخطة أننا نفعل التخلية قبل التحلية، فتدارسنا الداء والدواء لتخلية القلوب مما تعلقت به ومن الأدران وغير ذلك، ثم تدارسنا الوابل الصيب، فكان مطرا دفاقا وغيثا وكافا على القلوب. ثم أردنا أن تكون هذه المحاضرة مما تزيل عن القلوب وتميط عنها هذه التعلقات وهذه الجوارح وهذه الآثام وهذه الأشياء التي تخدش إيمان الإنسان وروحه وعقيدته. وقد تكلمنا أن هذا التعلق سبب لفقد الدين وفقد التوحيد والشرك بالله، وسبب لأيضا ذهاب العرض وذهاب الشرف وذهاب كرامة الدنيا والآخرة، وسبب للقلق والحزن والكآبة إلى ما ذكرناه بطوله وعرضه. هذا هو ختام هذا المجلس. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. ولمن يسألون، نعم المحاضرة مسجلة بإذن الله، ستنزل على قناة التليجرام. وكذلك أيضا إن لم يعني أنا لست يعني ذا معرفة بحفظ البث الذي على اليوتيوب، إن استطعت حفظته وإن لم أستطع تجدونه إن شاء الله في القناة، وكذلك إن شاء الله في اليوتيوب التويتر سيكون البث محفوظا لمن أراده بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك عز التوحيد ونعوذ بك من ذل الشرك. اللهم إنا نسألك عز التوحيد ونعوذ بك من ذل الشرك. اللهم إنا نسألك عز التوحيد ومن ذل الشرك. اللهم اقض لنا حوائجنا وأمورنا، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا، واقض ديوننا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا لتعلم ما قلت وما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، ولتحرير النفس من رق الدنيا ومن رق العبودية للمخلوقين إلى العبودية لرب العالمين. اللهم أعنا وأعنهم على تحصيل هذا الأمر، اللهم أعنا وأعنهم على تجفيف منابع كل شر، وأعنا يا ربي على تخليص القلوب من الشوائب ومن الأدران، واجعل قلوبنا خالصة لك متعلقة بك. اللهم لا تجعل قلوبنا متعلقة بغيرك يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الحضور أو هذا الجمع أو من يسمع لهذا التسجيل، اللهم من كان يشكو علة أو فاقة أو يشكو تعلقا أو يشكو تشتتا مشاعريا، اللهم اجمع عليه قلبه إليك، اللهم اجمع قلبه إليك، اللهم اجعل قلبه مهاجرا إليك. أعذه من شر نفسه، وأعذه من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم، ويسر لهم النكاح الحلال الطيب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى،
اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا يا رب، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء فادركنا اي رباه وارحم وانعمي، واجلبنا يا رباه في القلب حب ما تحب وكره كل غي ومأثمي، واشربنا يا رباه في القلب ما تحب وكره الينا كل غي ومأثمي، ونسالك اللهم منك اعاده من الحور بعد الكور والبوء كالعمي، واصلح لنا اللهم الاخره التي اليها رجوع واحبنا دار منعمي، لنا من اذا خيمتنا ربي فاستجب دعاء وبالخيرات يا ربي سلمي، وصل على خير البرايا محمد واصحابه الغر الميامين سلمي، يا ربي اسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الايمان في قلوبنا، ثم الينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان، يا من يرى ما دق في الظلماء، يا باسط اليدين بالعطاء جد بالرضا يا سامع الدعاء، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام والأجر والإخلاص في الأعمال، نسأله من صاحب الأفضال فكل شيء فهو منه وإليه، والخير لا نرجوه إلا من يديه، ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد والآل والأزواج أجمعين يا رب، والحقنا بهم آمينا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأشكر لكم جميعا إنصاتكم ومتابعتكم، وكان المرجو أن نستقبل بعض التعليقات وبعض المداخلات، ولكن الوقت قد أزف الساعة 12 ليلا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر نقرأ فيه بعض التعليقات وبعض الإضافات منكم بإذن الله تعالى. تسجيل المحاضرة ينزل من يسألون في القناة، قناة التليجرام بإذن الله تعالى. نستأذنكم، جزاكم الله خيرا، إن بدرت منا زلة فمثلي هفا ومثلكم عفا، وأنتم بالعفو أليق وأنا بالخطأ ألصق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.